مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. حلقة جديدة من إن بوكس على قناة صدى البلد. النهاردة إن شاء الله هيكون معانا فقرات مختلفة وإن شاء الله كمان تعجبكم. بس في البداية أسلم على صحابي. استني الأول. أنت محلوية كده ليه؟ لا مش عارفة. والله العظيم يا عينيكي الحلوة. أقسم بالله العظيم الله حبيبتي. أكبر يعني. عاملة إيه يا رحومة؟ الحمد لله أنا كويسة. يا مساء الفل يا نورة. ازيك يا رؤى؟ عاملة إيه؟ الحمد لله أنت عاملة إيه؟ ازيك يا رحومة؟ إيه الجمال ده؟ إيه الأخبار؟ أخبارك إحنا كلنا مطقمين النهاردة بالظبط ما عملناهاش محصولة على فكرة. كلنا لابسين الأسود. شكرا حلو ما شاء الله. شكرا. ربنا يخليك يا رؤى. يا مساء الفل. الجمال وكل حاجة حلوة. النهاردة عندنا يعني فقرات حلوة جدا وكمان فيها معلومات قيمة قوي. طبعا يعني هي مصر بلد الحضارة والتاريخ والآثار وطبعا العصور المختلفة. لكن احنا مش كل حاجة ممكن نعرفها عن تاريخنا وعن أثارنا وعن كمان العصور المختلفة يمكن اللي مرت بيها حضارتنا العريقة طبعا. لكن في عندنا عصور ومن ضمنها العصر الإسلامي، ودي يمكن من أهم الحضارات بالنسبة لنا، وكمان العصور اللي يمكن كمان فيها الآثار حوالينا متواجدة فيها، يعني متواجدة حوالينا ومش واخدين بالنا منها. علشان كده بقى يعني قرر واحد يعني مذاكر جدا وهو يعني متخصص في الفنون الإسلامية يوسف أسامة، وللنهاردة هيكون إن شاء الله يعني منورنا في الفقرة الأخيرة، وهو كمان باحث يعني بشكل بقى دقيق أكتر، يعني هو بيجيب لنا معلومة بالصوت والصورة بالزبط. بيروح الأماكن دي يقول لنا النهاردة إحنا واقفين في المكان ده، المكان ده بيرجع للزمن مش عارف لكم ألف سنة، والمكان ده يا جماعة طبعا يعني ليه حدوتة وليه قصة، ونعرفها منه إن شاء الله من خلال الفقرة بالنسبة لنا، يعني لأنها فقرة مهمة جدا بالنسبة للتاريخ بتاعنا. صح ده حقيقي. أما في الفقرة التانية فهنتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا. إحنا طبعا عارفين إن الفترة الجاية كلها دخول مدارس وجامعات وكل حاجة والزحمة والضغط، فهنتكلم معاكم في الفقرة التانية عن حاجة مهمة جدا وهي النوم بدري. هل فعلا النوم بدري بيأثر على تركيزنا على نشاطنا؟ كل ده هنتكلم فيه إن شاء الله في الفقرة التانية، ونقول لكم شوية نصايح كده علشان تبدأوا اليوم بتاعكم بطاقة حلوة وكمان تبقوا في صحة جيدة. حلوة. أما بقى دلوقتي ففي يمكن خبر انتشر وحابين إن احنا نعلق عليه معاكم وكمان نتناقش فيه أكتر. يمكن الفترة اللي جاية دي أو الفترة اللي احنا فيها فترة عودة الدراسة، معنى كده إنه الشوارع هتكون زحمة، هيبقى في الصبح وبعد الظهر في كلاكسات كتير، في دوشة كتير، في تكدس في الشوارع بشكل كبير جدا. الخبر اللي انتشر هو مش في مصر ولكن في الهند. الهند طبعا عددهم كبير جدا وبيستخدموا الكلاكسات بتاعة العربية بشكل كبير قوي، بيسبب طبعا إزعاج سمعي وبيسبب تلوث سمعي. ايه ازعاج سمعي؟ ازعاج سمعي يا بيبي احنا فاهمين. ما علينا يعني. المهم يا جماعة علشان يحاولوا يقللوا معدل الكلاكسات دي عملوا حاجة كده غريبة شوية، وهي ايه؟ الله الاشارات. ده انا عاجبني الموضوع ده، بس انا اول واحده انت هتكسري الحرك. مش هتحرك خالص. احكي لنا بقى يا رو. بصوا يا جماعه، هم هناك في الهند عندهم الموضوع كان زايد شويه عن حده، يعني لو ان اغلبيه العربيات هناك بتزمر بشكل يعني مبالغ فيه جدا وبيحصل تلوث سمعي. بالذات والاشاره واقفه يعني بالظبط. نعمل لهم ايه بقى؟ نعمل لهم عقوبه او نعمل ايه؟ ان احنا يعني اللي عايز يعني يزمر عشان يمشي، لا احنا نوقفك اكتر بقى. لو ان معدل الضوضاء لما بيزيد شويه عن المعدل اللي هم حاطينه ان هو المفروض يعني 85 ديسيبل متهيألي في الاشاره، هتفضل الاشاره يعني لونها منور احمر، مش هيمشوا. يعني لو انت بتزمر عشان تمشي، مع ان معرفش المفروض الاشاره تبقى ليها وقت، بس يعني برضو بس يعني هم هي برضو حاجه اخدت بالي دلوقتي منها على فكره. انا هقول لك لو افترضنا ان مده مثلا، طب اتفضل. لا والله لا. لو مثلا مده الاشاره ان احنا نقف فيها 30 ثانيه او دقيقه، كل ما عربية تكلكس مثلا هتبقى دقيقة كمان دقيقة كمان او 15 ثانية كمان او 25 ثانية كمان على حسب. بس اعتقد ان هو بس اللي كلكس بس هو اللي هيقعد يستنى. لا ما الاشارة تفضل حمراء. يعرف ازاي؟ لا الاشارة تفضل حمراء ومقفول عليهم كلهم. انا بتخيل يعني لو حد متضايق من حد راح موقف العربية كلها. لا انا متخيلة انه لو واحد بقى قعد يضرب كلاكس والناس كلها اتضايقت منه ونزلوا ضربوه. هو انت بتكدرنا ليه معاك؟ انت واقف احنا ليه؟ واحنا بنشوف ده وبنشوفه حتى هنا في الشوارع المصريه، ساعات بتبقى واقف في اشاره وفي حد بيكلك. والله انا بقعد اعمل ايه بالظبط؟ بالظبط اتخيل يعني اقول طيب احنا يعني واقفين، طيب نعمل ايه؟ نطير مثلا؟ نعمل ايه؟ ما هي الاشاره واقفه او في زحمه. ساعات يعني الواحد بيتشل ان هو يلاقي زحمه من غير سبب. يعني اشاره، في اشاره يعني في سبب
موجود ان انت مخلي العربيات واقفه وشويه هنمشي بس بس مثلا ساعات بتبقى في هاي واي وتلاقي الدنيا واقفه فانت تقعد بقى تقول ايه اكيد مثلا في حادثه في حاجه تلاقي في الاخر ما فيش في الاخر ما فيش اي حاجه في مثلا حد واقف وكل الناس بتعدي تبص عليه بصه وتمشي او حد ماشي بالراحه على الناحيه الشمال وطبيعي الناحيه اليمين ماشيين بالراحه فاحنا كلنا ماشيين براحه تلاقي في الاخر ان ما فيش اي حاجه بالظبط الشرطه الشرطه بس جابت نتيجه على فكره في الهند جابت نتيجه عندهم لو ان معدل الضوضاء اللي بيحصل من الكراكسات قل يعني قل كتير عن الاول طبعا بالنسبه لهم الموضوع اختلف هي فكره واتطبقت طبعا بالنسبه لهم هناك حسوا ان هم يتعطلوا اكتر ان هم يمشوا الموضوع عندهم ميسر اكتر لا لقوا ان هم بيقفوا وبيتعطلوا برضه فقال لك لا ما نزمرش بقى بالزبط. عندنا هنا افراح وايه بالظبط انا عايزه اقول لك انه يعني هو طبعا الموضوع اتحكم بان هم ركبوا زي اجهزه في اشارات المرور عشان يقيسوا بيها وحده وقوه الضوضاء في المكان نفذوا ده امتى شهر نوفمبر وشهر ديسمبر السنة اللي فاتت وفي كذا شارع لقوا النتيجة مرضية بشكل كبير جدا وانه الضوضاء فعلا قلت طيب انا عايز اسألكم سؤال بس تردوا عليه بصراحة ماشي ماشي انا مش هتسأل عشان انا سألت ماشي اوكي تمام طيب انتوا بتكلكسوا ولا يعني بتستخدموا الكلاكس كتير في حياتكم ولا لا؟ انا خالص وأنا انا برعش بس والله انا اصلا نور طيب لو احنا في بنقلب النهار. نور لو احنا في النهار انا برضو بقلب نور لو ما شافنيش بقى بحب ان انا اخضه علشان ياخد باله اصل فعلا بتلاقي في الاخر انه حد يا اما ماسك موبايله بالظبط يا اما ماسك موبايله يا اما هو مقرر ان هو يجي فعلا في الحاره الشمال ويمشي بالراحه او مش ماشي في حاره ثابته يعني رامي لك عجله كده على الحاره بتاعتك فاللي هو طبعا صح مستفز اخده بقى عشان ياخد باله لا الزماره بستخدمها لو في خلاص شيء خطر يعني حد بيعدي مثلا او حد بيكسر عليكي مره واحده ماسك موبايل او الشارع بيعدي بفوقه فاهمه حد ممكن مش سرحان برضو بزمر له هو بيكسر عليا زي ما انت قلتي كده انا بقى رحمه بتعمل فرح تي تي حفله لا لو حد ضايقني مثلا تيت ما بشيلش ايدي خالص حد الناس تنزعج يعني انا لو رحت الهند صدقني مش هتحرك مخالفات بس يعني مش هياخد مخالفات ما هم مش مخالفات هقعد واقفه يعني مش هتحرك بس بقى حاجه سيئه لازم بس يعني لما استفز طب وانت مبسوطه وانا مبسوطه ببقى ماشيه كده على سرعه 80 ومشغله مزيكا وما بزعجش حد ولا حد حتى لو حد بيزعجني بعمل نفسي مش شايفه خلاص طب عايزه اسالكم سؤال ايه اكتر موقف في الشارع بتلاقوا ان الناس بتستخدم فيه الكلاكس بشكل كبير في الزحمه اوكي اكتر مواقف الزحمه لو انت عارف ان الطريق واقف تقعد تزمر طب بتزمر ليه ما هو الطريق واقف بس يعني هي اكتر حاجه ممكن يعني لا اراديا ممكن بتليك دايس على الزماره بتقول لجنبك الدنيا زحمه يعني انت هتعمل مش هتطير يعني لا انا شايفه اكتر بجد يعني مزعجه قوي هي الميكروباصات يعني هم ما بيشيلوش ايديهم يعني ان هو انا بترجم هو انا بص ما هو انت وانت ماشي انت مصر الجديده فاهم يعني مسافات طويله هو ماشي بيلحن انا بقعد اتخيل بقى ان هو بيقول ايه بيقول ايه ابعد ابعد مش عارف لا انا اقول لك هو ايه الموضوع هو بيبقى في اغنيه شغاله عنده جوه واحنا مش سامعينها هو بيمشي على اللحن على البيز صح صح وبرضه بحس انه الناس بتستخدم الكراكسات كتير قوي لو في زفه عروسه يا نهار ابيض على الازعاج يعني مش كفايه انه الزحمه ان هم بيبقوا سادين الطريق ومديين ويتنج كمان بس بقول لك حاجه يا بيبي دي موجوده في كل العالم بس حاجه مزعج واحنا في تونس برضو يعني ماشي هو من مظاهر الفرحه والبهجه بس ما تضايقش غيرك يعني مش لازم ان انت توقف الشارع مش لازم انه الساعه واحدة او اتنين بالليل في زفه عروسه ماشيه لازم تصحي المكان كله او الناس كلها في تونس بقى بيعملوا ايه الموتوسيكلات بقى مع عربيه العروسه بتبقى وبيقول لك كورتاج ماشي عاملين زي احتفاليه في كل الهاي واي موتوسيكلات بقى وبيعملوا بقى شو ومش عارف ايه فلا أنا احنا هنا في مصر على فكره احنا في رحمه والله انا بروح تونس وبرجع بقول ايه ده على فكره ده احنا انا بسوق هناك بعمل كده بتشل والله العظيم الناس يعني ايه ناس بارده يعني الناس هاديه بصي الناس مش فارق معاها حاجه خالص هنا الحياه سريعه فاهمه يعني لا انزل الشغل اعمل حاجات كتير هناك في تونس الناس رايقه ايه بالظبط لا انا مع الاحتفاليه بس الاحتفال من غير ما ناذي بعض ما نزعج بعض من غير ما نعطل الطريق يعني دايما انت بتلاقي اوقات في زفه ماشيه في الشارع وانت وراك حاجه ومستعجل جدا وتلاقي الطريق واقف
في فرشه كده قدامك بتلاقيها على الدائري او على المحور او في اي طريق يعني وانت مش عارف تعدي. فلما بتزمر بيفتكروا انت معاهم. صح. انت بتشجع. انت عارف ان انا ساعات بعمل كده. لو في زفه اقوم يعني مكلكسه معاهم اللي هو انا معاهم ومديه ويتنج يقوموا موسعين لي، اقوم معديه شكرا مش بسيبهم. ذكيه يا نوره والله انا معجبه بيك. اسالك سؤال تاني. ربنا يستر. انا حاسه السؤال ده معاك. لا لا مفيش حاجه، لا لا مفيش حاجه وحشه. ايه تاني بتشوفوه ان هو مصدر للتلوث السمعي في الشارع غير كلاكس العربيات؟ لا في حاجه مزعجه كتير. إيه في كلاكسات بيركبوها اللي هي بتعمل واو 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 بتاعت المقطوره عربات النقل الكبيره. ايه واو واو دي؟ في حاجات مش كلاكس يعني، الكلاكس مثلا يعمل بيب مثلا. اوكي. التاني بيعمل اصوات تانية اللي هو شبيه بصوت القطر وشبيه بصوت الامبيلانس او عربيه الاسعاف. فده مثلا بيخض، فاهم الفكره؟ انا متهيألي الله اعلم، بس يعني انا اللي انا فاكره ان متذكر ان كان في عندنا برضو في قانون المرور ان في عندنا مخالفات للضوضاء. يعني طبعا. في ده بيطبق برضو. بس يمكن احنا عشان احنا برضو شعب عاطفي بنحب الفرحه لبعض يعني، ده حقيقي. فاهم يعني لما الاقي حد فرحان عريس وعروسه فممكن امور ايه يعني الى حد ما ممكن تعدي في النطاق يعني طالما مفيش اذيه فيه. بالظبط. هناخد راي امنيه. يلا يا امنيه. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت كله تمام؟ الاخبار كله الحمد تمام الحمد لله. ايه رايك في الموضوع اللي عاملاه الهند؟ هو انا موضوع الكلاسات انا ما بعملوش بصراحه يعني، او بعمل يعني مش دايما صديقتي. بس انا بقى بحس ان انا بعاقب اللي بيعمله في الطريق يعني، حد كلكسني مثلا عشان اوسع له كده افضل بقى مبطئه مبطئه بتعندي معاه يقرب امي مشغله الويتنج بقى وواقفه كده شليته بقى اشيله لحد ما هو يحاول يتخلص مني باي طريقه ويروح في اي لاين. ايوه لو بتكلكس لي ليه؟ بتكلكس لي هعمل نفسي مش سامعه تماما وهعلي المزيكا واعمل كل حاجه تخليك تبعد عن طريق. بالظبط. خصوصا لو الطريق فاضي حواليك يعني ما حبكتش تمشي ورايا حضرتك. وبعدين مره قررت ان انا اخد موقف الموضوع ده. فالطريق كان واقف جدا وبعدين لقيت اللي ورايا بقى بيكلكس بيكلكس بيكلكس. انا يعني طريق واقف انا شايف، فقررت ان انا ابقى ايجابيه وانزل كل اللي والجو. قررت تبقي ايجابيه وتنزلي؟ نزلت بقى قلت انا يعني هقول له ليه بتعملوا ده حاجه مش تمام. تمام. نزلت له قلت له على فكره انا ممكن ابقى بارده جدا وافضل واقفه قدامك كتير، انت شايف كده كده الطريق واقف. قال لي على فكره مش انا اللي بكلكس ده اللي ورايا. موقف محرج قوي. موقفي الصراحه يعني اللي هو يا ريت ما فكرتش. ده حقيقي. طيب قولي لي كده ايه الموقف اللي بيعصبك قوي او بيستفزك قوي ففي الحاله دي انت لازم تدوسي على الكلاكس؟ لا يعني لو برضو يعني اللي قدامي بقى مش يعني واحد ماسك الموبايل شايفاه وماشي بطيء ده مستفز وماشي مثلا شمال طب ما تمشي يمين صح مظبوط يعني بس فببقى متضايق من كده بضطر بقى كلكس بس بقى رعش الاول النور قبل رعش قبل ما تزمري. أوكي. ماشي شكرا جدا ليك يا أمنية. هي فعلا برضو حاجه يعني الواحد بيستفز منها جدا لما الاقي حد ماشي في الحاله السريعه او السرعه المقرره يعني فيها بسرعه عاليه شويه وماشي بطيء. انتوا برضو دي حاجه بتضايق. انا بحس ان الحاره اليمين هي اللي ماشيه اسرع من بالزبط. الشمال اصلا بالظبط. فدي حاجه برضو بتخلي الواحد يتضايق يعني. وللاسف بقى تتفاجئ بحد واقف مره واحده في حد راكب. خلوا بالكم يا جماعه فعلا يعني خصوصا لو واحد على الدائري او المحور او على اي طرق سريعه يعني الواحد طول الوقت يبقى مركز وصاحي ومصحصح ونحاول ما نمسكش التليفون او نجيب هولدر. والله نحط مزيكا. انا برضو بتستفزني حاجه بصراحه ان مثلا لو احنا واقفين في اشاره وحد مثلا مشغل اغنيه بصوت عالي جدا وفاتح كل الشبابيك. ده في انا دي حاجه مثلا ده في كوكب تاني. ماشي على فكره من حقك ان انت تسمع مزيكا براحتك وفي اصلا دول بتعاقب الموضوع ده يعني ان انت بتسمع مزيكا بس بصوت معين ما تزعجش اللي جنبك ده حتى لو في بيتك على فكره. بالظبط. فمش مشكله يعني طبعا اقفل ازازه العربيه اقفل ازازك واسمع بالعلو اللي انت عايز تسمعه. بس اول ما تفتح الشبابيك عشان عايز الهواء عايز اي حاجه وطي الصوت سنه. فده خصوصا أنا لو الطريق واقف مش لو ماشي مثلا بسرعه فالناس مش هتلحق ان هي تنزعج يعني. قصه كانت في سويسرا كان في حد جاب الشرطه لحد علشان خاطر جاره كان بيجي بعد الساعه 10 بالليل يشد السيفون بتاع البيت بتاعه في الحمام بيزعجه
يا سلام. اه متخيله؟ ايوه يعني أيوة. بتوصل لمراحل اه لا بتوصل لمراحل ان حتى كمان الازعاج ما يوصلش للحمام. ده حاجه غريبه ده يعني في دول فاحنا الحمد لله احنا في نعمه وفي رحمه الحمد لله. طبعا احنا قلنا نقول لكم على الخبر الطريف ده، وطبعا عايزين نقول لكم خلوا بالكم في السواقه وما تجروش، وحاولوا ما تمسكوش الموبايل علشان ما تستفزوش غيركم، عشان ما حدش يضرب كلاكس ويزعجكم. احنا الفقره دي خلصت، هنروح للفقره الجايه وهنتكلم عن دراسه لطيفه جدا بتقول ان سماع المزيكا اول ما تصحى من النوم بتخليك نشيط اكتر، ده صح او غلط؟ هنشوف بعد الفصل ان شاء الله، خليكم معانا. بصوا يا جماعه احنا شعب سهير، يعني احنا بالفطره كده احنا شعب مصري سهير، وكمان بعض الدول العربيه معانا في نفس الخط. صحيح. احنا بنحب الليل واخره، احنا بنحب الروقان، بنحب دايما الدنيا لما بتفضى نسمع المزيكا بالليل برضو جميله رائعه، والنيل يعني وكل حاجه في مصر يعني بجد جميله جدا بالليل اكتر. انما برضو خلي بالكم زي ما الليل حلو برضو في مشاكل وسلبيات، يعني لو ان اغلبيه الناس اللي بتسهر او السهيره داخله فيها انواع من انواع الجينات، زائد كمان ان معدلات انتاجهم بتقل جدا. صح. وده اللي حصل يمكن من جامعه تكساس. اه قالوا ان هناك يعني معدل الطلبه اللي بتصحى بدري معدل الانتاج بتاعهم اعلى بكتير جدا وشاطرين اكتر من الطلبه اللي هم بيناموا متاخر. طبعا هم عندهم متاخر هناك هتلاقيها الساعه 10 فاهمه. احنا بالنسبه لنا احنا الساعه 5 الفجر يا جماعه، احنا كده مين متاخر؟ فتخيلوا احنا بنحصل في دماغنا ايه بقى. في خلاط جوه شغال. بس هما برضو يعني بيقولوا كلام غريب قوي يا جماعه، بيقولوا ان احنا المفروض نصحى الساعه 5 او 6 الصبح. يعني انت زي ما انت قلت احنا فعلا ده الوقت اللي احنا بننام فيه، 5 او 6 الصبح اعتقد انه بيكون صعب على ناس كتير قوي ان هي تعمله، بس بحس انه بيفرق في يومهم. يعني الواحد كده شايف شروق الشمس، بنسلم على شروق. بيبقى اليوم مبهج. بلس انه بحس انه اليوم بيبقى اطول، يعني عدد الساعات واخد اليوم من اوله كده عنده مساحه ان هو يعمل حاجات كتير قوي. وكمان بيقولوا انه الذهن بيكون صافي جدا في الوقت ده، تقدر ان انت تذاكر، تقدر تقرا، تقدر ان انت تاخد مثلا القهوه بتاعتك كده بروقان، تشم الهواء الحلو. يا رحمه فكرتوني، عايزه احكي لكم على حاجه انتوا اكيد زهقتوا منها بس عايزه احكيها تاني. انا لما كنت في تونس كنت طبعا احنا ماتينال جدا، بنصحى بدري قوي وبنفطر بقى كويس ومش عارف، كشعب بينام بدري قوي على الساعه 8 تلاقي هو تلاقي الدنيا ما فيهاش صوت خالص. طبعا جيت مصر في يعني في حاجات جديده عليا، فبقيت بسهر. كنت في تونس 47 كيلو بطاطس. جيت مصر. طب احكي لنا. جيت مصر لما بقيت بنام متاخر والله وبصحى متاخر، تخنت. تخنت واثر فيا، جالي اكتئاب كذا مره. اول ما جيت الشغل ورجعت اصحى بدري بدات يعني شويه شويه جسمي يتشد، عشان كده يعتبر خسيت. انا زمان كنت 70 كيلو يعني، والحرق بالليل بيقل، مفيش حرق اصلا بيقل، وكمان مودي ظبط، ورجعت حاسه ان انا رجعت لطبيعتي، جسمي رجع لطبيعتي طبيعي. بتصحي بالنهار وبتنامي بالليل بالظبط، فدي حاجه مجربه يعني، غير جامعه تكساس اللي عملوها. انا شخصيا لاحظت ده في نفسي. صح. يعني وفي صحتي. لا انا لما بصحى بدري وبنام بدري، بس مش لدرجه 5 6 الصبح. لا 5 الصبح ده يعني نصحى 10 حلو. ايوه عرفنا يعني. لو ما احنا لو نمنا بدري هنصحى بدري والله يا فاروق. انا عايز اقول لك بعمل كده والله. لا انا عايز اقول لك بحاول الساعه 7 ونص 8 دي. والله يا جماعه كنت ببقى عامل كده، مش شايف قدامي. لان كنت بصحى من الفجر افضل مكمل لحد اليوم ما يخلص. ماشي. انا جربت اطبق يعني، انا جربت مش مطبق، انا نايم بدري جدا. جربت انام الساعه 12 بصحى 12 تاني يوم. والله ببقى عايزه لسه نايم. مفيش فايده. فمش عارفه يعني انام متاخر انام بدري هو نفس المعدل. علشان هو المعدل بتاعك مش بيجي من اول مره يعني، بيجي لا انا معدلي 12 ساعه نوم. 12 ساعه صحيان و12 ساعه نوم. لا علشان جسمك يعني متعود ينام الوقت ده بالظبط فاهمه. بس انا لا انا حتى لو اجازه بصحى برده في نفس التوقيت بتاع الشغل. ما خلاص يعني برده سيستمتي. بالظبط كده. بس الصحيان بدري طبعا زي ما قالت نور، احنا مش 5 6 الصبح طبعا. الناس اللي بيشتغلوا بدري يدخلوا الساعه 8 هم غصب عنهم بيصحوا بدري. بس الصحيان بدري بجد مفيد جدا جدا. كمان ان انت تركب مواصلات وتروح شغلك وتتعرض لاشعه الشمس، ده مفيد لمودك، وكمان فيتامين دي يا جماعه. صح. يعني احنا كلنا الشعب المصري على فكره، مش الشعب المصري بس،
كل العالم العربي وفي دول من العالم الغربي بيعانوا من نقص في فيتامين دي. ليه؟ علشان احنا ما بنتعرضش للشمس بمعدل كافي في اليوم. فانت الساعه او النص ساعه اللي هتروحها الشغل تتعرض ايديك ورجليك لاشعه الشمس، ده كافي جدا ان انت يبقى مودك ظابط وتروح الشغل تغني وترقص زي ويكون والله العظيم وتكون انت كويس كده و اون بون يوميغ او يعني مزاجك حلو. بالظبط. هما كمان قالوا انه مش بس كده، انه الشخص اللي بيصحى بدري وزي ما قالت رحمه بيبدا يومه من بدري قوي، ده بيخليه شخص متفائل ومقبل على الحياه، كمان ما بيبقاش فيه الصربعه او فكره اللهوجه ان انا لازم انا صاحي على اخر وقت فلازم البس بسرعه وما الحقش افطر ما الحقش اعمل اي حاجه وتلاقيني بجري كده عشان الحق الوقت او الحق اليوم من اوله. على عكس لو صحيت بدري بيكون عندك وقت ان انت تفطر بروقان، ان انت مثلا لو بتروح الجيم او بتعمل اي رياضه او في اي طقوس انت حابب تعملها بالنهار تبدا بيها يومك، هيكون عندك الوقت الكفايه لده وهتمشي رايق. ومش هنسمع الكلاكسات بتاعت الفقره اللي فاتت. صح. مش هتلاقي الناس كلها مستعجله ومتسربعه وفي زحمه في نفس الوقت، فمش هنسمع كلاكسات. حتى دايما يقول لك ايه، وقت المذاكره اللي هو من بعد الفجر لحد 7 الصبح ده من افضل الاوقات اللي دماغك فيها نشطه جدا، ومن اكتر الاوقات اللي انت ممكن تستوعب فيها اي حاجه، وكمان ابتكارك وابداعك بيزيد اكتر في المرحله دي من اليوم. سبحان الله. يعني لو كمان الباحثين يعني ان الموضوع مرتبط كمان بالجينات، لو ان اغلبيه الناس يمكن السهيله شويه اغلبيتهم عندهم جينات يعني هي بتحب السهر، معرفش ازاي يعني. انا اول مره اعرف المعلومه دي برضو لسه قريب، ان في 50% احنا متحكمين فيهم وفي 50% تانيين جيناتنا هي اللي متحكمه فيها. فبيقول لك هنا بيحصل صراع بقى، لو انت عايز تظبط يومك وتسيستم يومك كده انك تنام بدري وتصحى بدري هتاخد يعني وقت محترم، في مشقه شويه. فلازم تعود نفسك علشان خاطر لو ما عودتش نفسك زي نوره كده هتلاقي ايه بترد تاني برضه تسهر. يعني ممكن تنام لك 3 4 ايام بدري وهتلاقي نفسك برضو حنيت تاني ورجعت للسهر. انا عايزه اقول لك حاجه في النقطه دي. كنت مره قريت حاجه انه يا جماعه مش لازم كل الناس تنام وتصحى بدري، انه في ناس هي زي ما انت قلت تركيبتهم او بيبدعوا اكتر خلال فتره الليل. بالزبط. وفي ناس ثانيه بالنهار، وهتلاقي عندنا حتى مختلفين. هتلاقي في وظايف مثلا او الشفتات بتاعتهم في ناس بتحب تاخد الشفت بتاع بالليل، هم خلاص هو عقلهم كده، لا هم بيبتكروا اكتر كده. كمان في حاجه ثانيه، ان انت قلت حاجه مهمه جدا، الجينات، وفي ناس اصلا بتحب تسهر. اغلب الناس اللي بيشتغلوا بالليل هم يا اما ناس بيشتغلوا في اي حاجه فيها كرياتيفيتي او ابداع. هنلاقي في مجالنا كتير، سواء كان ملحنين، موزعين، مؤلفين، مخرجين، حاجات كتير جدا. فانتوا لو ظبطتوا يومكم على يعني ال 50% دي اللي قدرتوا تتحكموا فيها، اكيد ابداعكم هيزيد. يعني انا شايفه ان الابداع هيزيد كتير جدا لو احنا ظبطنا ال 50% اللي احنا لينا قدره فيها ان احنا نتحكم فيها، ان احنا نصحى بدري. وكمان العلماء شايفين ان هم عملوا شويه نصايح كده عشان ال 50% الثانيه اللي انت تقدر فيها تعرف تظبط بيها يومك، وقالوا على شويه نصايح كده. اولهم ايه بقى؟ ايوه، اولهم ان احنا نسمح لضوء الشمس ان هو يدخل الاوضه. بمعنى ايه؟ انه مثلا لو احنا بننام بالليل في ستاره كده يعني بتطفي او يعني اسمها بتمنع ضوء الشمس ان هو يدخل، ان احنا نحاول نسيبها مفتوحه عشان لما نصحى يبقى في فكره النهار او انه الشمس دخلت او انه ده يخليك متفائل اكتر. بس حاولوا، انا بحبها جدا، يعني انه يبقى في مصدر ضوء طبيعي كده داخل لي وانا نايمه. عارفه بقى جو الاعلانات اللي هو أيوة هو ما بيحصلش، يعني بتكملي نوم او بتقومي تشدي الستاره والملايات كلها بيضه بقى والستاير بتطير، ما بيحصلش بقى. احلام والله العظيم كملي يا ما بيحصلش. بس هي الشمس بتديك احساس كده انه هي النهار جه وان انا لازم ابدا يوم، فبتكون حاجه او مصدر من مصادر الطاقه الايجابيه. ده حقيقي. طيب تاني حاجه معانا بقى ايه، بيقول لك تروح السرير بدري. يعني بقابلني هو قصده تروح السرير بدري تفتح التلفزيون او تمسك الموبايل؟ لا، ما تولعش اي حاجه خالص، لا تلفزيون ولا موبايل. يعني انت بس في مرحله ان انت بتحاول تهيئ نفسك انك تنام. وبيقول لك كمان يعني حاول ما تشربش قهوه او شاي قبليها بساعتين. ايوه طبعا احنا بنشرب القهوه. لا لا حضرتك، هو بيقول بعد الساعه 2 الظهر. لا انا اللي هو ده احنا بنفوق بيها. هو انا بنشربها، انا بالنسبه لي ساعتين انا بشربها اخش انام. لا وفي حاجه يعني دي برضو من الحاجات اللي بالنسبه لي المفروض تفوق الدماغ. احنا بننام
يعني فاهمه الفكره؟ بالظبط بالظبط. هو غلط طبعا ان احنا نشربها بالليل، بس هو المفروض انه الطبيعي الطبيعي انه الناس فعلا القهوه تكون بالنهار وما تتشربش بعد الساعه 2 الظهر، عشان بتاثر عليك حتى لو عايز تنام بتاثر على جوده النوم. طبعا احنا ما بنعملش ده، ولكن احنا بنساعدكم ان انتوا لو عايزين تصحوا بدري ونساعد نفسنا كمان يا جماعه. احنا بنحاول يعني انا شخصيا والله العظيم والله العظيم يا فاروق كذا حلقه بنعملها بستفاد منها جدا، وبقول دلوقتي انا بنصح الناس ما ابداش بنفسي والله ليه؟ اخد الخطوه بقى، خطوه بقى. دلوقتي انا واحده اصدقائي انبوكس قلت لهم هروح الجيم، لحد دلوقتي ما روحتش والله العظيم، بس انا وعداك وانا مش هروح. مش انت نيتك تروحي؟ خلاص خلاص هي كده كانك روحتي عادي يعني. صح. تالت حاجه بقى بيقول لك ما تمارسش الرياضه قبل ميعاد نومك باربع ساعات. ما ينفعش خالص الناس اللي بتروح تتمرن بالليل وبعديها بتنام، دي حاجه غلط. لا حاولوا على فكره يا جماعه فتره الصبح دي الرياضه فيها مهمه جدا جدا، ان انت تفطر كويس وبعدين تروح الجيم بعدين ترجع البيت تستحمى مثلا تروح شغلك، انت كده بادئ يومك زي الفل. بلاش رياضه بالليل يا جماعه، فريش واكل بالظبط. ولا بلاش ناكل اكل رياضه والاكل هو يحلى الاكل غير بالليل يا مجدي يا يونس؟ يحلى الاكل غير بالليل يا ابني احنا بنقول المعلومات الصح الاول يعني هو دي معلومات بيقولوها، لكن الاكل بالليل جميل. طيب يا جماعه هو المفروض برضه ما ناكلش بالليل، ان احنا ما ناكلش بالليل، ويفضل ان وجبه العشاء تكون وجبه خفيفه. وكمان يعني في ناس بتقول كده ان هو اخر حاجه تاكلها الساعه 7 المغرب، مش عارفه ازاي بس تمام. حاجه كمان مهمه جدا زي ما دايما بنقول على الموضوع ده، فكره الموبايل، ان احنا قبل ما ننام نبعد الموبايل عن الاوضه اللي احنا نايمين فيها، او ما يبقاش جنبنا، او ما نبقاش بنستخدمه على الاقل ساعه قبل النوم. كمان نطفي التلفزيون. لو عندك حيوان اليف برضو حاول ان انت ما تقعدش معاه الساعه اللي قبل النوم ده، يعني كل الناس اللي بتربي كلاب وقطط ابعد عشان تخشوا في مود النوم. يا بنتي بتاعت القطط دي انا بنام عليها. بتنامي عليها؟ وبرضه في دراسات بتقول ان صوت القطه ده بيخليك تنام احسن، جوده النوم بتاعتك عشان هي بتدفي المكان. ايوه عشان بتدفي المكان. بصوا في بقى اصعب حاجه بالنسبه لنا واهم حاجه يمكن اللي كنا بنكرهها، صوت المنبه بتاع الموبايل. يا نهار ابيض يا جماعه ده بيخلي يعني في فيديو على الفيسبوك لما ده فظيع. منبه يطرق انت بتحلم ان هو بالظبط بيرقص. لا وفي كان والله عجبني قوي طبعا الفنانه الجميله فيفي عبده كانوا عاملين زي نغمه موبايل كده اللي هو اصحي شوفي شغلك، اصحي شوفي اللي وراك، شوفي اكل عيشك. بالظبط. فده بيأثر كمان، قالوا ان هو بيأثر يعني على النشاط العقلي وبيعمل له ربكه، في حين ان لو الصوت يعني بتصحى عليه على لحن اغنيه او مزيكا حلوه بتلاقي نفسك انت ايه مبسوط بقى فاهم على الاوتار الجميله والمزيكا. طبعا هو كل واحد اول يومين بس هي الفكره بس في الصحيان. لا ايه يعني نوره شايفه كده كالعاده، انا مع ضد انا شايفه اول يوم يعني مهما كانت المزيكا بحبها ومهما كانت مبهجه اول يومين ايه ده الله، بعد كده بقى فكره انه في اي حاجه بتزن جنبي ما بسمعها. لا احنا بنتكلم عن المزيكا الصبح يا جماعه. جربوا كده يوم مثلا يوم الجمعه تصحوا تفطروا في البيت وانتوا اجازه كده شغلوا فيروز الصبح، سلام هتخلي يومكم ماشي زي الفل. عندنا صلاه الجمعه. انا لا اله الا الله. نسمع فيروز 7 الصبح وبعد كده نسمع. انا بتكلم الصبح قرآن. يا ماما انا ما بصحاش الساعه 2 زيك. صلوا على النبي، صلوا على النبي. خلاص يوم الجمعه شغالين اصلا، احنا ما عندناش اجازه قاعدين شغالين. كمان في حاجه ثانيه، يعني ان انت تصحى الصبح وانت رايح الصبح لشغلك وانت بتشغل مزيكا ده بيخليك عندك طاقه احلى، بتخليك طاقتك ايجابيه، بتخليك متفائل، خصوصا الناس اللي عندهم شويه اغاني كده بتحرك فيهم طاقتهم الايجابيه، بتخليه متفائل. بالظبط. عامل المنبه على اول ليفل والله. اول ليفل؟ اول ما تيق راح قافله تيق ونكمل نوم. ما بنامش تاني، ما بعرفش انام. طيب ايه رايكم في موضوع مزيكا الصبح ده؟ ان انت تخليك نشيط اكتر. جميل. والله لا انا حلو مبسوط يعني، بس مش اول ما اصحى من النوم ممكن اعمل كده، ممكن بعديها بشويه لازم القهوه بتاعتي وبعد كده ممكن وبعدين نبقى نشوف بقى هنسمع ايه. ايا كان يعني احنا حاولنا نساعد نفسنا ونساعد برضو كل الناس اللي بتحاول انها تصحى بدري لشغلها وما بتعرفش او ما بتقدرش او بتحب السهر او متعوده على السهر، فدي شويه نصايح طبقا للدراسه اللي احنا قلناها لكم نفذوها كده، وان شاء الله ان شاء الله تحاولوا تظبطوا الساعه البيولوجيه لجسمكم وتقدروا ان انتوا كمان تصحوا بدري. فقرتنا دي خلصت، هنطلع لفاصل، بعد الفاصل هيكون معانا يوسف أسامة باحث ومتخصص في الآثار الإسلامية، خليكم معانا.
جماعه مصر هي مهد الحضارات وطبعا منبع الثقافات المتعدده، ويمكن زي ما قلت في بدايه الحلقه النهارده هيكون معانا يعني تاريخنا واثارنا اللي موجوده من اكتر من 5000 سنه. وفعلا يعني لما نقول ان هي موجوده حوالين العالم دي مش مبالغه ولا احنا بنقول اي كلام، لان فعلا احنا عندنا اثارنا منتشره في كل حته في مصر وبره مصر كمان، وحضاراتنا وتاريخنا دايما بيتكلم عننا. لكن زي ما قلت ان احنا يعني يمكن في الفترات الاخيره الاثار الاسلاميه منتشره حوالينا واحنا مش واخدين بالنا منها. لكن قرر بقى ان في باحث وشاب مصري قدر ان هو بقى يعني يجمع لنا كل الفيديوهات وكمان يعني يبسطها لنا من خلال الفيسبوك وكمان من خلال صفحته اللي هي اسمها المماليك، وعملها لنا كده بشكل مبسط وقال لنا التاريخ بتاعنا الاسلامي بيتكلم عن ايه، وكمان الحاجات اللي حوالينا اللي يمكن ما رحناهاش ممكن كمان نزورها ونروحها. هو معانا النهارده يوسف اسامه، باحث وكمان متخصص في الاثار الاسلاميه. ازيك يا يوسف؟ بنرحب بك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك. منورنا يوسف قوي. طيب صفحتك على الفيسبوك اسمها المماليك، ليه اخترت الاسم ده بالذات؟ هو مميز طبعا يعني احنا معجبين بيه، بس ليه اخترته؟ هو اسم ممكن يتكتب هي بطريقه واحده. اوكي. ده ولد ده انا فكرت في كلمه الاثار الاسلاميه او انا ما بحبش يبقى في اخطاء املائيه في قلب الحاجات دي. أوكي. فالناس مش هتوصل له بصعوبه شويه. اه. فاخترت كلمه واحده تبقى قويه، في نفس الوقت فكرت في حاجه ثانيه ان هي دوله المماليك. هي مرتبطة عند الناس وفي أذهانهم، وعندي أنا شخصياً في الأول قبل ما أتخصص في الموضوع ده وأدرس وكده دماغي كانت دايماً بتروح للمماليك بتوع محمد علي. إحنا وقت الحملة الفرنسية اللي هم كانوا واخدين الضرايب وشافطين فلوس البلد، وفي الآخر محمد علي اتخلص منهم وكانوا ناس فيهم طبعهم الغدر والخيانة. الكلام ده اللي هي الدولة اللي أو اللي محمد علي قضى عليهم في يوم الجمعة 1 مارس 1811. لكن في دولة للمماليك حكمت مصر والشام أكتر من 267 سنة، من 1250 ل 1517، بداية من عز الدين أيبك لغاية طومان باي ما تعلق على باب زويلة لما دخلت الدولة العثمانية. فالدولة المملوكية دي اللي أنا بتكلم عنها ومتخصص في أثارها وتاريخها، غير المماليك اللي محمد علي اتخلص منهم اللي مرتبطة عندنا احنا في أذهاننا بيعني القسوة. دايما لما نسمع حتى المماليك يجي كده ان في واحد راكب على حصان وماسك كرباج وعمال يضرب في الناس وهو ده المملوك اللي عمال ياخد ضرايب وخلاص. لكن لا، في دولة أثرت في تاريخ مصر، ما نقدرش ان احنا نتكلم عن تاريخ مصر ولا تاريخ المنطقة بدون ما نتكلم عنهم، وده بيتناسب طرديا مع يعني الاهتمام بيها او صورتها. الاهتمام بيها اللي يعني ما فيش حد اسف يبقى تناسب عكسي، كل ما هي زادت قوي وقوية جدا بنلاقي ان ما فيش اهتمام، محدش عارف عنها حاجة، الصورة مش واضحة. فانا حبيت ان انا ابدا من ده واخد يعني ان الناس تعرف مين هم المماليك، زائد ان انا عندي انا شخصيا نزعه كده بحبهم. مش انا دراستي اثار صحيح، لكن بسبب الاثار والعماره هي اللي بتبين قوه الدوله. طب يوسف، انا زي ما قلت من شويه ان احنا معانا يعني فيديوهات انت عاملها، وده برضو فيديو منهم. ايوه. قول لنا كده ده ايه الفيديو ده؟ ده مذبحه المماليك. هنا مذبحه المماليك. دي مذبحه القلعه اللي محمد علي ده انا. طيب هو ده باب العزب. انت يعني انت بتنزل مثلا الاماكن اللي فيها الاثار الاسلاميه دي وبتصورها وتبدا تعلق عليها تفهم الناس، ولا بتعمل ايه بالظبط؟ هو بنزل يعني بحضر الفيديو قبلها. أوكي. من كذا مصدر، ممكن مثلا من 5-6 مصادر. تمام. علشان اطلع بالخمس دقائق دول، يعني الفيديو ده مدته حوالي 6 دقائق. حتى ده كان صورته من بره، وده تسبب ان لان القلعه تابعه لوزاره الاثار وتابعه للجيش. فتواصل معايا الجيش وقالوا لي احنا بقى هنخليك تصور من جوه وهندخلك كل الاماكن دي. وقالوا لي انت لازم نيجي نستفيد من الحاجات اللي انت بتعملها دي عندنا في المتحف الحربي. فده كان الفيديو ده كان وشه حلو عليا يعني، انا خفت حتى قلت ما هو بدون انا كله خير يا يوسف الحمد لله. يعني انا كنت قلقان من الاول، لكن ده الباب اللي المماليك اتذبحوا جواه وقت محمد علي لما عزمهم على عزمهم على قهوه كده وقال لهم ان ابن توسن رايح في حمله عسكريه، وبعدين وهم نازلين حصرهم في الممر الضيق ده قبل ما يخرجوا من الباب ده وقتلهم. دي القصه اللي انا بحكيها هنا. اوكي حلو. طيب ايه اهم المعالم اللي كانت في حقبه المماليك؟ احنا عندنا هي اكتر فتره سابت لنا اثار
معمارية في القاهرة، هي الدولة المملوكية، وكذلك حتى في الفنون، يعني المتاحف. يعني لو رحنا متحف الفن الإسلامي هنلاقي فيه حوالي 4 قاعات للمماليك ده لوحدهم، فهي أكتر دولة بعد الدولة الفاطمية. الدولة الفاطمية لهم 3 قاعات في المتحف، الدولة المملوكية لهم 4، ده غير التحف المملوكية اللي موجودة بره مصر وفي كل متاحف العالم كمان، يعني أي حتى في الجامعة الأمريكية، أي مؤسسة عالمية بتيجي تتكلم عن الآثار الإسلامية في مصر حتى في الغالب بيحطوا الغلاف بتاعهم حاجة مملوكي. اللي يروح أي متحف في مثلا في اللوفر أو في المتحف البريطاني لازم يلاقي أن طالما اتكلمنا عن مصر والفترة الإسلامية في مصر لازم نتكلم عن المماليك. فالمماليك سابت السلطان حسن مثلا ده هرم العمارة الإسلامية، لدرجة أن أحد يعني المعماريين أو الأثريين قال إن كان لمصر الإسلامية أن تفخر بأهرامها، إن كان مصر الفرعونية أن تفخر بأهرامها، فإن لمصر الإسلامية أن تأتيها عجبا في مدرسة السلطان حسن. سماها بهرم العمارة الإسلامية. طبعا. عندنا الجامع بتاع السلطان قايتباي، يعني مثلا كويس إن أنا جايب معايا جنيه. أنت جاهز؟ أنا جاهز. هو معايا على طول بالمناسبة، يعني مثلا الجنيه ده اللي هو الجنيه الورق. هنا. خليك كده. حاضر. خليك كده. السلطان قايتباي دايما الناس بتوع العمارة هما مش واخدين بالهم يقولوا ده رمسيس الثاني العمارة الإسلامية. فأنا كنت أقول دايما إن هما مش واخدين بالهم، هما بتوع العمارة بيقولوا الكلام ده، فالصدفة جمعت بين قايتباي وبين رمسيس الثاني على الجنيه. ناس كتير مش عارفة إن العملة بتاعتنا يعني العملة الورقية اللي هو الجنيه المصري عليه جامع السلطان قايتباي، ده مملوكي، احنا مش حاسين. اشمعنى المماليك؟ هو المماليك فرضوا نفسهم واكتر حتى الاثار المعماريه، حتى عندنا مثلا ال 50 قرش برضه معايا. برضه معاك؟ ده انا جاهز. انا جاهزين. من هنا هتكلم عن المماليك. بصوا المنظر بتاع ال 50 قرش ده، الجامع الازهر. الجامع الازهر معروف ان هو فاطمي. كويس؟ لكن لما تبص على المآذن دي اللي مخليه منظر جميل للصوره دي، المآذن دي مملوكي. الثلاث مآذن الناس ما تعرفش ان الازهر، وممكن ما حدش ياخد باله ان ال 50 قرش عليها الازهر. لكن صح. هو ده الازهر فاطمي، بيبنوه الفاطمي من تحت من هنا، لكن الشكل ده المآذن الثلاثه اللي هي موجوده دي دول مماليك، ده شغل المماليك برضه. لو بصينا لا لسه معانا ورق كتير. في ربع جنيه والله؟ لا في ربع جنيه بس ده عليه جامع السيده عائشه وهو مش اثري، ال 100 جنيه برضه مماليك، دي مدرسه السلطان حسن اللي احنا لسه متكلمين عنها. فلو قعدنا دايما محتفظ بفلوسي في جيبك صح؟ يعني دايما معاك ال دايما معايا لان بشرح بها للناس دول 200 جنيه. يعني انا بقول ان بص حتى على العمله، الناس تبص على العمله بتاعتها اللي في جيبهم، شوف هتلاقي كلها اثار مملوكيه. شوف طلعنا تاريخنا وحضارتنا بالظبط. دي ال 200 جنيه عليها جامع اسمه قنبال الرماح، وده في ميدان القلعه. ده ونفس الكلام ال 100 جنيه برضو، وبرضو ده في ميدان القلعه جنب الاثنين جنب بعض، السلطان حسن على ال 10 جنيه مش عارف معايا ولا لا. كويس والله. ال 10 جنيه عليها جامع الرفاعي. جامع الرفاعي مش مملوكي. وجامع الرفاعي اتبنى في العصر الحديث وبنته خشيار هانم اللي هي والده الخديوي اسماعيل. تمام. لكن لما نيجي نبص الشكل، الطراز اللي هي بنت عليه بنت على الطراز المملوكي. شكل المآذن حتى بالذات، يعني دايما لما نبص على المآذن وشكله، هو طبعا في حاجات اوروبي وكده، لكن اكتر حاجه هم استوحوا منها لجنه حفظ الاثار اللي بنت الجامع ده وخدت من الطراز القديم في شكل المنبر، في شكل المحراب، في شكل القبه، في شكل المآذن، ودي مهمه قوي، هي الشكل المملوكي. عارفين حتى الجوامع بقى اللي مش على العمله، جامع مثلا زي جامع الرحمن الرحيم. ده جامع حديث بالظبط اللي مبني في طريق صلاح سالم. لا انهي واحد فيهم؟ صلاح سالم. الرحمن الرحيم صلاح سالم. صلاح سالم قبل العباسيه كده. الجامع ده مبني على الطراز العثماني نفسه. كويس. واللي هو طراز القبه المركزيه ده زي جامع محمد علي كده اللي هو على 20 جنيه. لكن لما جه يعمل المأذنه بتاعته، المأذنه المملوكي هي دي المأذنه المصريه. هي دي اللي فيها الروح. عمل المأذنه بالطراز المملوكي، جامع عثمان ركب له مأذنه مملوكه. حتى برضه في الجوامع الحديثه اللي احنا عشان كده بنشوف الجوامع، يعني احنا لما بنسافر لدول عربيه ثانيه بنشوف الجوامع هنا في مصر مميزه بالظبط. اي حد حتى بيجي لنا لما يجي لنا ضيف بيقعد منبهر بالجوامع وبالمعمار الجوامع في مصر. يوسف انت يعني كمان بتعمل ندوات بتتكلم فيها عن فن العماره صح؟ تمام. طيب احنا صورنا تقرير معاك، هنطلع نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا تاني مع يوسف. موسيقى
كلام عن التفاصيل والفن والمعمار بالذات بحب احضرها، وخصوصا الشرح بتاع يوسف لانه سهل جدا وبيوصل لك المعلومه بيقربها لك فيخليكي فعلا حابه تسمعي وبيشد انتباهك يعني. والله هي المجموعه الاسلاميه الموجوده في المنطقه كلها هي اصلا مرتبطه بتاريخ المنطقه وبتاريخ مصر يعني، فاهماني؟ فهي فيها يعني عارفه الامور الاسلاميه اساسا بتاعتنا احنا متميزه عن العمارة الموجوده في الاندلس يعني. دي كنوز، كنوز لا يعني لا تقدر بمال ولا تقدر بثمن، لانها دي ثقافه، دي تاريخ، ده يعني حاجه، فالمفروض ان يهتم بيها. ثانيا انا بقى بالنسبه للازهر ده عليا طبعا تعليق، لان الازهر يهمني جدا جدا في برضو كجزء برضو من حاجه تاريخنا يعني الاسري، تاريخنا الاسري. ان الازهر اذا كنتم عارفين طبعا المعلومه دي، ان هو استبعد من القائمة بتاعه اليونسكو، قائمه التراث اللي هي ان هو وورلد هيريتج، از ا وورلد هيريتج. ليه؟ هم قالوا ان هو عشان اتجدد كتير وفي ما بقاش في اجزاء كتير من الاجزاء الاصليه. فطبعا ده كلام فاضي. انا لما عندي طوبه واحده من ايام الفاطميين فيعتبر ان هو وورلد هيريتج ولازم يدخل تاني في التصنيف العالمي ك والله انا احب ان هي تتعمل عن كل المباني، لان معظم كل المباني التاريخية يعني مثلا لو شارع المعز كله اتاخد هنلاقي كل مبنى في شارع المعز ليه نفس الحكاية ومر بمراحل مختلفة وكل مرحلة كان لها تأثير برضو. الجامع الأزهر هو مبدئيا من أكتر أو أهم الجوامع في مصر وممكن كمان في الوطن العربي. يعني دايما يقولك إحنا خارجين الأزهر، أو الأزهر دايما حاجة معظمة في الدول الإسلامية كلها. فأنا عايزة أعرف هو إيه الحاجات اللي بتبقى موجودة فيه علشان تخليه بالفخامة والعظمة دي. أنا ده لسه كمان عايزة أسأل سؤال، إشمعنى الأزهر؟ يعني كل حد جه من الحكام ومن الأمراء لازم يحط التاتش بتاعته ان هو عمل حاجة في الجامع الأزهر. فعايزة أفهم إيه اللي حصل، إيه التاريخ، الاهتمام بيه. في شوية حاجات حلوة يعني، حتى الروحانيات اللي جوه تشد، إن أنا عايزة أعرف بيوند إت إيه بالظبط كده. أكتر حاجة بصراحة مميزة في التقرير هي الفئات العمرية كلها، الناس كلها عايزة تعرف التاريخ، مهتمة جدا جدا. وزي ما شفنا ناس كبيرة وشباب صغير، رجالة وستات، كل الناس مهتمة جدا بكل تفصيلة في التاريخ وبكل تفصيلة قالها يوسف أسامة، طبعا باحث ومتخصص في الآثار الإسلامية اللي لسه منورنا. أنا بقى عايزة أرجع معك في الأول سنة، أنت جات لك الفكرة إزاي إن أنت تعمل صفحة على الفيسبوك، وبدأت إزاي يعني، اتولدت الفكره ازاي؟ جت بالصدفه يعني. اصدقائي عارفين اي حاجه تيجي بالصدفه بتبقى حلوه بالظبط. هو كانت وزاره الاثار عملت حاجه كويسه اللي هو ادارات الوعي الاثري. في حد اقترح ده، ان هم المفتشين الاثار يعلنوا على صفحاتهم على الفيسبوك واعلانات ان هم ياخدوا الناس يشرحوا لهم الاماكن دي. كنت انا بنزل معاهم كواحد من الجمهور، بنزل اسمع هما بيقولوا ايه. أوكي. فبدات اعمل اصدقاء من المجموعه دي. مجموعه اللي هم كلهم بيتجمعوا كل يوم جمعه او سبت في الاجازات. وبننزل نشوف الاماكن دي مع بعض. تمام. انا كنت بنزل كواحد من الجمهور عادي خالص، بس اصدقائي عرفوا ان اللي هو ايه، ان انا متخصص. يعني تدارس اثار وخريج اثار واثار اسلامي، فبداوا ان هم يسالوني هو بيقول ايه، انا مستمع، طب فهمني انت الحته دي. فبداوا يعرفهم، لا ده انت شاطر والله، يعني انا ينفع اشرح وكده، اقول له اه والله تنفع. ففي مره قاعدين في جزيره المعادي كده على النيل، فقاعده كده مع بعض عيد ميلاد وحد من اصدقائنا، فقالوا لي بنقول لك ايه يا يوسف، هو لو احنا عملنا جوله وخدناك تشرح لنا هتعرف ولا هتكسفنا؟ قلت لهم طب يلا نجرب. وبعدين ايه، على قد اصحابنا مفيش يعني، انا واصحابي دول احنا الاتفاق كان مع خمسه ست. قالوا لي خلاص ماشي. وقام واحد صاحبي له شعبيه شويه منزل اعلان على الفيسبوك على صفحته، ولقيت جالي 60 واحد. انا واقف اللي هو اتخضيت اول ما شفت العدد يعني. الكلام ده كان في 2016، كانت اول مره اقابل فيها مجموعه يعني. انا اعرف اشرح لك لوحدك، اخدك كده على جنب واقول لك تاريخ الازهر ممكن اكلمك عنه 3 ساعات، انما تقول لي وقف مجموعه قدامي، دي كانت صعبه. اول مره بقى. فاللي هو جيت كده، وبعدين بعد الجوله قلت لهم انتوا ايه رايكم؟ قالوا لي لا ده انت جامد، ده انت هتبقى حاجه. قلت لهم والله يعني انفع يعني؟ قالوا والله يا ابني انت ليه مش واثق في نفسك، تكمل بس. واحد من اصحابي دول صورني وانا بشرح حاجه، هو كان عنده برضه قناه على اليوتيوب اوكي بالموبايل بتاعه،
وقام رايح رافعها على القناه بتاعته على اليوتيوب. زي التقرير اللي حضراتكم على الطو ده، انا صوتي مش طالع بس هو عمال بتخيل بايدي بشرح. المهم ايه، انا ما رضيتش افتح الكلام اللي انا مش واثق في نفسي، يعني لسه الثقه ما جاتليش، هفتح ازاي الفيديو ده وهسمع نفسي. وبعدين فتحته بس من غير صوت اللي هو يعني عمال بقى بتحرك وكده، فعجبني. لا يعني حلو. عمرك ما كنت تتخيل الموضوع ابدا ابدا. الكلام ده في اغسطس 2016 وبشاور وكده، وبعدين طب ما انا شكلي كده يعني البادي لانجوج بتاعتي كويسه. بعد كده فتحت الصوت فلقيت والله لا تصدق انا فهمتني. انا لو واحد انا فهمتني يعني انا لو ما بفهمش افهم من الراجل ده يعني. والله بتكلم كلام زي الحسن. يوسف انت بتختار المعلم بناء على ايه؟ يعني مثلا هل الناس بتبعت تقول لك احنا عايزين نعرف عن المكان كذا او عن الاثر اللي موجود في الحته دي، ولا انت بتشوف مثلا قصه يكون وراها شيقه شويه فالناس هتحب تسمعها؟ يعني بتختارها ازاي؟ الاول انا صورت اماكن محدش عارف عنها حاجه خالص، وده اللي شهرني. يعني في فيديو اسمه جبخانه محمد علي نزلته لقيته شاف 6 مليون. معرفش ازاي، معرفش ليه، والناس شافته لدرجه ان اخويا مثلا كلمني قال لي تصدق ده انت طلعت. والله اخويا يا ابني انت اخويا يا ابني. فقال لي ده انا كملت الفيديو الاخر وكان حوالي تلت ساعه. وقال لي ده شيق وكده، وانت صورت المكان كويس وبتاع، وكنت تلقائي وعفوي. فده وصل لناس كتير. فبعدين لما اتشهرت بقيت بعد الفيديو ده الناس بقت متابعاك. اول مره امشي في الشارع ولقيت واحد بيشاور لي من العربيه، يا يوسف انا بتفرج عليك. متابعينك. انا بتفرج عليك، اللي هو دي كانت اول مره بتقابلني. طبعا الموضوع اتكرر كتير بقى بعد كده. بعد كده بقيت تختار الموضوع ازاي؟ بعد كده بقيت ان انا اركز في الحاجات اللي هي مش مشهوره. ايوه يعني زي جبخان محمد علي، ما حدش اصلا يعرفه. الناس بدات بقى تبعت لي تقول لي طب ما تصور لنا في المكان الفلاني، فبدات ان انا طب اسمع كلامهم، ماشي عايزينك تكلمنا. مؤخرا لما نزل المسلسل اللي هو بتاع ممالك النار، صح، وده عمل صحوه عند الناس في المماليك والعثمانيين ويعرفوا ايه، وبدا ان هو مين طومان باي وعايزين يعرفهم. فالناس بدات بقى تبعت لي كتير تطلب مني ان هو ايه كلمنا عنه. فعملت اربع حلقات عن الفتره دي. يعني واحده عن طومان باي ومعركه مرج ضابك والريدانيه كانت كبيره جدا، والحلقات دي بسرعه انتشرت، شافها مئات الالاف. لان الناس كانت مستنيه اول ما انزل اي حاجه، بنزل على الفيسبوك حاجه فيها طومان باي الاقي الناس قبل ما انزل الناس بتتفرج، جاي 1000 مشاهده في ثانيتين. فالناس كانت مستنيه الحاجات دي. ربنا يوفقك يا رب يا اسامه. يا يوسف انا اسامه. اسامه كله بيغلط وبيقول له اسامه، مش مشكله يعني. يوسف واسامه في الاخر خالص يعني. انت نورتنا جدا وشرفتنا، وان شاء الله برضو لينا اعداد تانية معاك، لان اكيد حلقه واحده مش كفايه. لان برضو عندنا في اثارنا الاسلاميه والتاريخيه بتاعتنا محتاجين برضو نعرف عنها اكتر للي مش معلوم بالنسبه لنا. بالظبط ان شاء الله. نصور بالكاميرا ننزل معايا في الشارع ان شاء الله. هيحصل ان شاء الله. نورتنا. شكرا جدا ليك. شكرا يا نوره. شكرا يا رحمه. شكرا يا رؤى. يا جماعه خلاص حياتنا النهارده خلصت معاكم، بكره حلقه جديده استنونا. سلام. اهلا بيكم مشاهدينا وفقره جديده من عيش صح. اي شخص بيعاني من السمنه ويبدا ياخد قرار ان هو يخس بيقف عند مشكله مهمه جدا، وهي هخس ازاي؟ هل هقدر على الخطوه دي ولا هكسل؟ وعشان اسرع وابسط الحلول اللي بيلجا ليها مريض السمنه هي عمليات السمنه الجراحيه. جايب لكم النهارده هديه لكل واحد بيشوفنا دلوقتي. هي مركز دكتور كريم صبري، وهي من اكبر مراكز جراحات السمنه بالمناظير في مصر والوطن العربي كله، واللي دايما نجاحاته بتتكلم عنه. مش بس كده، احنا كمان معانا جراح من المع وانجح الاساتذه والاسماء في مجال جراحات السمنه. النهارده خلونا ناخد جوله داخل المركز ونتعرف عليه اكتر، ونتعرف على الاجهزه والامكانيات المستخدمه، وكمان نشوف ابرز الحالات الناجحه داخل المركز. دكتور كريم صبري، استاذ دكتور جراحات السمنه والمناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات السمنه والمناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر. تعالوا نشوف مع بعض التفاصيل ونرجع تاني في هذا التقرير. أنا اسمي مي حسن، عندي 35 سنة، وزني 125 كيلو،
تعرفت على الدكتور كريم صبري عن طريق التلفزيون، شفت ان في ناس كان عندها سمنه زيي واكتر مني، وانا حسيت ان الموضوع بالنسبه لهم وبالنسبه لي سهل ان انا ممكن اعمل العمليه مع دكتور كريم، وان شاء الله اعمل العمليه عمليه تكميم، لان انا كان عندي مشاكل كتير قوي مع السمنه، انا مش عارفه البس، مش عارفه اتحرك، مش عارفه اتعامل في يوم يعني يومي، واستنوني ان شاء الله بعد العمليه. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. من ضمن حالات الليسته النهارده احنا نعمل تكميم معده لوزن 125 كيلو. الحقيقه طبعا احنا تكميم المعده هي من العمليات الفعاله في انقاص الوزن، عمليه بتعالج السمنه المفرطه زيها زي عمليه تحويل المسار المعده المصغر، زيها زي تحويل مسار الاثنى عشر، هي كلها عمليات بتهدف الى انقاص الوزن. الحقيقه طبعا التكميم قبلها طبعا احنا بنحاول ان احنا نستبعد الحاجات اللي يعني ممكن ما تنزلش الوزن مع تكميم المعده، زي اكل السكريات او الشراهه باكل السكريات والدهون، او استهلاك السكريات بصوره ادمانيه زي الشوكولاتات والايس كريم. نطمن برضو على المعده ان ما يكونش في ارتجاع شديد في المريء، ما نكونش ماشيين على علاجات بصوره مستمره ما قبل العمليه. في حالات التكميم هي عمليه بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه ليله في المستشفى، بعدها بنعود النشاط بتاعنا بعد العمليه بيوم. الحقيقه طبعا احنا نزول الوزن هو نزول مؤكد ان شاء الله طبعا، وبصوره مستمره دون الرجوع الى الوزن مره اخرى. بعد العمليات ان شاء الله هنطمنكم يعني النهارده على كل الحالات، عندنا حالات متنوعه النهارده، هنوريكم حالات تكميم، حالات تحويل، حالات اعاده، حالات بالون، كل الحالات ان شاء الله نطمنكم عليها باذن الله. بالتوفيق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا تكميم المعده هي عباره عن الخطوات بتاعتها. اول خطوه احنا بنفصل الدهون دي عن المعده باستخدام جهاز الليجاشور زي ما احنا شايفين كده، بنفصل بيه الدهون عن المعده من بدايه المعده من هنا عند التقاها بالاثنى عشر عند الوسطه دي، وبعد كده بنفصل الدهون زي ما احنا شفنا كده، بنفصل الدهون عن المعده حتى نهايتها لحد ما نوصل لفوق خالص عند عضلة المريء الشمال. الليجاشور هو عبارة عن جهاز ادفانسد بايبولر، ده جهاز متطور جدا في الكي، هو صناعة امريكية. هو ده طبعا بيقلل من فرص النزيف زي ما احنا شايفين بالوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي. المرحلة دي بعد ما بتنتهي بنفصل الدهون عن المعدة، بيتم ادخال جهاز البوجي الى داخل المعدة، ده اللي بياخد قطر المعدة. احنا دخلناه دلوقتي عن طريق دكتور التخدير، استشاري التخدير داخل البوجي، وسوف يتم استئصال الجزء اليمين ده، الجزء كل الجزء ده هيتشيل اللي هو اقصى اليمين، الجزء اللي هيتبقى اللي هو واخد شكل البوجي اللي احنا شايفينه متحدد ده اللي احنا هنقص عليه او هنستأصل الجزء ما تبقى من المعدة. لما بنشيل الجزء ده، الجزء الكبير ده من المعدة، اللي بيحصل ان هرمون الجوع او غدد اللي بتفرز هرمون الجوع بتقل طبعا. لما يتم استئصال الجزء ده بنشبع بسرعة، ما بنجوعش الا على فترات كبيرة، وبالتالي ده مهم جدا في انقاص الوزن. دلوقتي هنعرفكم ازاي ان احنا بنقص المعدة او بنبتدي نعمل عملية التكميم بالوضع الحالي. دي الدباسات اللي هي الأمريكية المستخدمة في يعني عملية التكميم. بنطمن طبعا ان المعدة مش ضيقة على الجهاز البوجي اللي احنا مركبينه او الكاليبريشن سيستم اللي هو داخل المعدة بالوضع الآتي، وبنبدأ عملية تصغير المعدة الى ان يتم تصغير المعدة بشكل كلي الى ان نصل الى نهاية المعدة. طبعا طول الدبوس ده حوالي 6 سنتي، اللون بتاعه بيبقى لون اخضر في يعني في اسفل المعده، لان جدار المعده او سمك المعده طبعا بيبقى يعتبر برضو سميك شويه، وبالتالي الدبيس اللي هي الاخضر او اللون الاخضر هي دبيس يعني معده لان هي تشتغل في الانسجه السميكه شويه.
دي الطريقه بقى اللي الدباسه بتشتغل بيها. بندبس 3 دبابيس يمين و3 دبابيس شمال. احنا دلوقتي دبسنا والدباسه بتقطع دلوقتي اهوت بالطريقه اللي احنا شايفينها دي اهو. يعني احنا ممكن نقرب شويه بالكاميرا. دول تقريبا دول 3 دبابيس اقصى اليمين واقصى الشمال. الدباسه دبست يمين 3 دبابيس وشمال 3 دبابيس وقصت في النص بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لازم نحافظ على المسافه اللي بتحرك فيها البوجي او الكالبريشن سيستم بحيث ان هو ياخد شكل المعده المظبوط. نتفادى ان المعده يكون فيها نوع من الضيق او الالتواء ما بعد اجراء العمليه. ده نفس الطريقه بتدبس 3 يمين 3 شمال وبتقطع في النص بنفس الطريقه اللي احنا ماشيين بيها كده. الكالبريشن سيستم المستخدم يعني من وظائفه طبعا ان هو بياخد شكل مستقيم وبيدينا فكره عن قد ايه الجزء المتبقي من المعده. احنا طبعا اخر دبوس زي ما احنا شايفين كده لازم يستأصل كل اللي هي الفندس او قبه المعده كلها، لان الجزء ده زي ما احنا شايفين كده يعني العضله بتاعته ضعيفه فبيتمدد لو احنا سيبنا جزء كبير منه. كده المعده اتفصلت تماما عن المعده اللي احنا عايزين نشيلها، اتفصلت تماما عن الجزء المتبقي من المعده. هنعمل دلوقتي اختبار تسريب. في احتياطات وجبه طبعا احنا بنعملها زي ما احنا شايفين كده. ده حجم المعده المتبقي. ممكن نرجع بقى بالبوز شويه. بياخد حجم المعده زي ما احنا شايفين كده بالوضع اللي احنا شايفينه. بعد كده بنحقن المعده ب 50 سم سلاين ملون بحيث ان هو يضغط على الدبابيس بالشكل الحالي زي ما احنا شايفين كده اهو. المعده دلوقتي واخده شكل يعني بالوني شويه اهو بالمنظر ده، بحيث ان هي نستوعب طبعا اذا كان في اي مشاكل في الدبابيس اللي احنا يعني دبسناها منعا للتسريب او قوية من التسريب. ممكن ندخل بجهاز البوجي تاني. احنا كمان طبعا بنعمل خطوه زياده عن الطبيعي، يعني ان احنا بنخيط الدهون، بنعمل طبقه ثانيه فوق الدبابيس ما بعد اجراء العمليه كوقايه لي من التسريب وكوقايه من النزيف. هنوريكم الطريقه اللي احنا بنعمل بيها كده بعد شويه. بعد ما بناخد طبقه ثانيه من الخيط على يعني بعد الدبابيس، يعني بنعمل طبقه ثانيه من يعني التقويه للدبابيس، بنحاول نطلع المعده بالصوره اللي احنا شايفينها دي. وده بيكون شكل المعده بعد ما خرجناه من العيان. بعد كده بنطمن على ضغط العيان قبل ما نخرج. بعد اخذ الطبقه الثانيه من الخياطه ما بعد الدبابيس ونطمن على ضغط العيان، بنطمن مفيش نزيف مفيش اي تسريب بعد اختبار التسريب، بنخرج من العيان وان شاء الله نطمنكم عليه بعد العمليه. اسمي مي حسن، لسه عامله العمليه دلوقتي مع دكتور كريم، عمليه تكميم بقالي 4 ساعات والحمد لله انا حاسه ان انا احسن وقمت واتمشيت والحمد لله، وانا بشكر دكتور كريم جدا. من ضمن حالات اللي لسه النهارده استاذه مي احنا عملنا لها تكميم معده. عملية تكميم المعدة طبعا الهدف منها انقاص الوزن وعلاج بعض الامراض المصاحبة للسمنة المفرطة. تكميم المعدة من العمليات الامنة في الاطفال، العمليات الامنة في صغار السن او يمكن الفئات العمرية يعني المتوسطة يعني الثلاثينات واربعينات، وفي الناس كمان اللي هم فوق السن 60 سنة اكتر من سن 60. احنا بنحتاج في السن الكبير ان احنا يعني ما نعملش عمليات يكون فيها نقص فيتامينز او نقص عناصر، وكمان زيهم الاطفال بنحب فيهم التكميم ما بنحبش فيهم اللي هو تحويل المسار، لان تحويل في الاطفال بتبقى يعني لها بعض المشاكل في النمو وانقاص الوزن. عمليه تكميم المعده بتنزل وزن لان احنا طبعا بنشيل جزء كبير من المعده، بتبقى جزء صغير بناكل فيه بيكفينا، بنشبع بسرعه ما بنجوعش على فترات كبيره. عملية تكميم المعدة بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة، إقامة يوم واحد في المستشفى. إبراهيم محمد السيد نص،
سن 38، الوزن 146. تابعت الدكتور كريم صبري على القنوات في التلفزيون، وحبيت ان انا اجي اعمل العمليه عنده عشان خاطر السمنه برضو كانت عامله لي مشاكل بالنسبه لطلعان السلم، بالنسبه للشغل. اعمل عمليه تكميم عند الدكتور كريم صبري واستنوني بعد العمليه. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. النهارده من ضمن حالات الليسته النهارده استاذ ابراهيم محمد، هنعمله تكميم معده. هو وزنه 140 كيلو وعنده كمان حصوات في المراره. مفيش مانع خالص ان احنا نعمل استئصال للمراره، لان هي مصابه بالتهاب مزمن وفي حصوات مع تكميم المعده. هي بتفرق في وقت العمليه، وقت لا يتعدى من 5 ل10 دقائق في نفس العمليه. احنا بننصح طبعا ان احنا نشيل المراره مع التكميم لو كان فيها حصوات او فيها التهاب مزمن. عمليه التكميم طبعا زي ما احنا عارفين بتتعمل بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه يوم واحد في المستشفى، بنقعد اقل من 12 ساعه في المستشفى بعد العمليه. نزول الوزن هو نزول اكيد وفعال ما بعد اجراء العمليه. يمكن في تحسن طبعا في الامراض المصاحبه زي السكر والضغط والكوليسترول الزايد في الدم، وتكيس المبيض عند السيدات، تراكم الدهون في الكبد في الناس اللي هم مصابين بالسكر. اعادتنا للعمل قد تكون بعد يوم من اجراء العمليه. وقت العمليه قد لا يتعدى الساعه في الاوزان الكبيره، اقل من ذلك في الاوزان الصغيره، ممكن يكون ازيد شويه في الاوزان الاعلى من 200 كيلو. يا استاذ ابراهيم ان شاء الله نطمنكم عليه ما بعد اجراء العمليه، ويوم السلام ان شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا تكميم المعدة هي عبارة عن الخطوات بتاعتها. اول خطوة احنا بنفصل الدهون دي عن المعدة باستخدام جهاز الليجاشور زي ما احنا شايفين كده، بنفصل بيه الدهون عن المعدة من بداية المعدة من هنا عند التقاها بالاثنى عشر عند الوسطى دي، وبعد كده بنفصل الدهون زي ما احنا شفنا كده، بنفصل الدهون عن المعدة حتى نهايتها لحد ما نوصل لفوق خالص عن عضلة المريء الشمال. الليجاشور هو عبارة عن جهاز ادفانسد بايبولر، ده جهاز متطور جدا في الكي، هو صناعة امريكية. هو ده طبعا بيقلل من فرص النزيف زي ما احنا شايفين بالوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي. المرحلة دي بعد ما بتنتهي بنفصل الدهون عن المعدة، بيتم إدخال جهاز البوجي إلى داخل المعدة، ده اللي بياخد قطر المعدة. إحنا دخلناه دلوقتي عن طريق دكتور التخدير، استشاري التخدير داخل البوجي، وسوف يتم استئصال الجزء اليمين ده. الجزء كل الجزء ده هيتشيل اللي هو أقصى اليمين، الجزء اللي هيتبقى اللي هو واخد شكل البوجي اللي إحنا شايفينه متحدد ده، ده اللي إحنا هنقص عليه او هنستأصل الجزء ما تبقى من المعدة. لما بنشيل الجزء ده، الجزء الكبير ده من المعدة، اللي بيحصل ان هرمون الجوع او غدد اللي بتفرز هرمون الجوع بتقل طبعا. لما يتم استئصال الجزء ده بنشبع بسرعة، ما بنجوعش على فترات كبيرة، وبالتالي ده مهم جدا في انقاص الوزن. دلوقتي هنعرفكم ازاي ان احنا بنقص المعدة او بنبتدي نعمل عملية التكميم بالوضع الحالي. دي الدباسات اللي هي الأمريكية المستخدمة في يعني عملية التكميم. بنطمن طبعا ان المعدة مش ضيقة على الجهاز البوجي اللي احنا مركبينه او الكاليبريشن سيستم اللي هو داخل المعدة بالوضع الآتي، وبنبدأ عملية تصغير المعدة الى ان يتم تصغير المعدة بشكل كلي الى ان نصل الى نهاية المعدة. طبعا طول الدبوس ده حوالي 6 سنتي، اللون بتاعه بيبقى لون اخضر في يعني في اسفل المعده، لان جدار المعده او سمك المعده طبعا بيبقى يعتبر برضو سميك شويه، وبالتالي الدبيس اللي هي الاخضر او اللون الاخضر هي دبيس يعني معده لان هي تشتغل في الانسجه السميكه شويه. دي الطريقه بقى اللي الدباسه بتشتغل بيها، بتدبس 3 دبابيس يمين و3 دبابيس شمال. احنا دلوقتي دبسنا والدباسه بتقطع دلوقتي اهوت بالطريقه اللي احنا شايفينها دي اهو،
يعني احنا ممكن نقرب شوية بالكاميرا. دول تقريبا دول ثلاث دبابيس، اقصى اليمين واقصى الشمال. الدباسة دبست يمين ثلاث دبابيس وشمال ثلاث دبابيس وقصت في النص بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لازم نحافظ على المسافة اللي بتحرك فيها البوجي او الكالبريشن سيستم بحيث ان هو ياخد شكل المعدة المظبوط. نتفادى ان المعدة يكون فيها نوع من الضيق او الالتواء ما بعد اجراء العملية. ده نفس الطريقة، بتدبس ثلاثة يمين ثلاثة شمال وبتقطع في النص بنفس الطريقة اللي احنا ماشيين بيها كده. الكاليبريشن سيستم المستخدم يعني من وظائفه طبعا ان هو بياخد شكل مستقيم وبيدينا فكرة عن قد ايه الجزء المتبقي من المعدة. احنا طبعا اخر دبوس زي ما احنا شايفين كده لازم يستأصل كل اللي هي الفندس او قبة المعدة كلها، لان الجزء ده زي ما احنا شايفين كده يعني العضلة بتاعته ضعيفة فبيتمدد لو احنا سيبنا جزء كبير منه. كده المعدة اتفصلت تماما عن المعدة اللي احنا عايزين نشيلها، اتفصلت تماما عن الجزء المتبقي من المعدة. هنعمل دلوقتي اختبار تسريب. في احتياطات وجبة طبعا احنا بنعملها زي ما احنا شايفين كده، ده حجم المعدة المتبقي. ممكن نرجع بقى بالجزء شوية بياخد حجم المعدة زي ما احنا شايفين كده بالوضع اللي احنا شايفينه. بعد كده بنحقن المعدة ب 50 سم سلاين ملون بحيث ان هو يضغط على الدبابيس بالشكل الحالي زي ما احنا شايفين كده اهو. المعدة دلوقتي واخدة شكل يعني بالوني شوية اهو بالمنظر ده، بحيث ان هي نستوعب طبعا اذا كان في اي مشاكل في الدبابيس اللي احنا يعني دبسناها منعا للتسريب او وقاية من التسريب. ممكن ندخل بجهاز البوجي تاني. احنا كمان طبعا بنعمل خطوة زيادة عن الطبيعي، يعني ان احنا بنقايض الدهون، بنعمل طبقة تانية فوق الدبابيس ما بعد اجراء العملية كوقاية من التسريب وكوقاية من النزيف. هنوريكم الطريقة اللي احنا بنعمل بيها كده بعد شوية. بعد ما بناخد طبقة تانية من الخيط على يعني بعد الدبابيس، يعني بنعمل طبقة تانية من يعني التقوية للدبابيس، بنحاول نطلع المعدة بالصورة اللي احنا شايفينها دي. وده بيكون شكل المعدة بعد ما خرجناه من العيان. بعد كده بنطمن على ضغط العيان قبل ما نخرج. بعد اخذ الطبقة التانية من الخياطة ما بعد الدبابيس بنطمن على ضغط العيان، بنطمن مفيش نزيف مفيش اي تسريب بعد اختبار التسريب. بنخرج من العيان وان شاء الله نطمنكم عليه بعد العملية. أنا إبراهيم محمد السيد، عملت عملية تكميم عند الدكتور كريم صبري. بعد العملية مشيت، بعد العملية طلعت مشيت بخمس ساعات، تحركت. وأنا بشكر الدكتور كريم صبري، وأنا بنصح أي حد عنده سمنة مفرطة يجي للدكتور كريم صبري. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بعد انتهاء الليست النهارده، انا بطمنكم على الاستاذ ابراهيم بعد العمليه. احنا عايزين نقول ان عمليات تكميم المعده يمكن اجراء معاها بعض الجراحات زي يعني استئصال المراره، وقد يكون كمان تكميم المعده او تحويل المسار يمكن لو موجود حتى في الحجاب الحاجز احنا هنصلحه. يعني دخول المنظار في البطن اثناء عمليه التكميم او التحويل يمكن استئصال المراره في نفس العمليه، يمكن الافاقه ما بعد العمليه. احنا دلوقتي تقريبا خلال وقت قصير ما بعد العمليه، بنتمشى بعد ساعتين، بنخرج من المستشفى في خلال 12 ساعه ما بعد العمليه، بنقعد في البيت يوم، بنكمل اليوم اللي احنا خرجنا فيه في البيت، وبعد كده ممكن ننزل لشغلنا عادي ما بعد العمليه. عايز اقول ان تكميم المعدة هي من العمليات السهلة في اجراءها، تحتاج يعني الى يعني تجهيز المريض ما قبل العملية كويس اثناء العملية زي ما وريناكم النهاردة على اعلى المستويات الدولية، يمكن في المناظير او في التجهيزات او المستهلكات الامريكية من الدباسات والمستهلكات الاخرى. عايز اقول كمان ان احنا في خلال فترة ما بعد العملية
احنا بنتابع المريض خلال الشهر الاول بالنسبه للتغذيه، وبنتابع طبعا بعض العلاجات، لكن نزول الوزن ان شاء الله يكون مؤكد ومحسوب خلال وقت معين ان شاء الله. مشاهدينا وفكرة جديدة من عيش صح. فيبروميالجا أو الألم العضلي الليفي هو مرض مجهول لدى الكثير من الناس، وقد يكون البعض مصاب بالمرض دون أن يعلم، وهو بيصيب النساء بنسبة أكبر كثيرا من الرجال. وعشان كده شركة إيفا فارما بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة نظمت مؤتمر طبي للتوعية بمرض فيبروميالجا بحضور عشرات الأطباء. التفاصيل هنشوفها مع بعض في التقرير اللي جاي. الحكاية دي بتاعت تبقى فيها صعوبة في التشخيص، لأن لازم تستبعد الأمراض العضوية الموجودة المختلفة. فعشان كده الدكتور العظام والدكتور الروماتولوجي بيحتاجوا فترة طويلة قوي في تشخيص الحالات هذه. بعد كمان لما بنوصل للتشخيص بعض الأحيان بتبقى السيدات نفسها غير مقتنعة بأن هي هذا المرض موجود عندها، ففي صعوبة في العلاج، وفي نفس الوقت في صعوبة ان المريضة تفضل مستمرة في العلاج، لان هي بتحتاج علاج فترة طويلة. احنا كإيفا فارما بنقدم كذا علاج لعلاج الفايبرومالجا، زي مادة الدلوكستين. دي مادة واخدة موافقة هيئة الدواء الامريكان، هي FDA، لعلاج الفايبرومالجا، لان مشكلته مش بس في التشخيص، لا كمان بما ان هو تشخيصه صعب فعلاجه صعب. فمادة الدلوكستين هي أصلاً مادة مضاد للاكتئاب. العيانة دي بتبقى عندها شوية مشاكل اكتئاب، وصحتها النفسية هي اللي أصلاً سببتها المرض ده. فمادة الدلوكستين واخدة موافقة على علاج المرض، وفي نفس الوقت هو أصلاً مضاد للاكتئاب. مرض الفيبرومالجا هو اضطراب عصبي حركي، يعني حاجة بتصيب الأعصاب وبتعمل الألام الشديدة دي. طبعا هو ده كان مرض غامض لسنين كتيرة جدا، وكان علاجه بينحصر في ان احنا بندي حاجات مهدئات عصبية، انواع من المهدئات العصبية. ولكن دلوقتي بقى في ايدينا مادة جديدة دلوقتي ناخدها للعلاج، ونتائجها هايلة. ومش بس في كده، ده هي يعني كمان احنا بنستخدمها في التهابات الاعصاب الاخرى، فنتائجها هايلة جدا. انا النهاردة جاية المؤتمر كبيشنت. انا مريضة فايبروميالجا تقريبا من فترة طويلة، يعني من سنين، بس اكشلي متشخصة من 4 شهور بس. فانا جيت من خلال جروب الفايبروميالجا بتاع المصريين، وشركة ايفا تواصلت معايا وعملنا دي كومنتري كده خاص بالفايبروميالجا، وان شاء الله هيتعرض النهاردة في المؤتمر. سي هو انا بشوف ان ده واجب كل فنان او اعلامي او حد من المشاهير او الببليك فيجر زي ما بيقولوا، او السليبرتيز، ده دورهم ناحيه المجتمع وناحيه بلدهم، ان هم لو جالهم فرصه ان هم يوعوا الناس ناحيه مرض معين، ناحيه مشكله معينه، طرق علاجها، طرق التعامل معاها، الكشف، حاجات كتير قوي. انا شايفه ان ده دورنا يعني، وده واجبنا. وانا ببقى دايما مبسوطه وسعيده لو جات لي فرصه ان انا اشارك في حاجه زي كده، لانه بحس ان الدوله النهارده بتعمل شغل جامد جدا على الارض، شغل قوي جدا وملموس فيما يخص صحه المواطن المصري على كل المستويات، رجاله كانوا او ستات. اهلا بيكم مشاهدينا وفقره جديده من عيش صح.
النهاردة هنتكلم عن أسباب فشل عمليات الحقن المجهري. هناخدها من الناحيتين، بالنسبة للراجل وبالنسبة للسيدة. لكن اسمحوا لنا في البداية نرحب بضيوف فقرتنا النهاردة. هو الأستاذ دكتور أحمد الحلواجي، أستاذ أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم بمركز مصر للخصوبة. دكتور خالد سالم، أستاذ أمراض الذكورة وعقم الرجال مركز مصر للذكورة. مساء الخير، أهلا بحضرتك. سألنا. دكتور أحمد. دكتور خالد، نورنا النهاردة. خلينا نبدأ الأول مع دكتور أحمد وناخد الأول النص الحلو بتاعنا الستات. دكتور، في ستات كتير للأسف إنها بتجرب تعمل عملية الحقن المجهري كتير في أماكن كتير طبعا، وللأسف إن هي في الآخر بتلاقي الفشل، وبنجرب في أماكن تاني وبنلاقي الفشل، يعني ممكن تكرار العملية دي بنعملها كذا مرة. عايزين نعرف النهاردة إيه سبب فشل تكرار عملية الحقن المجهري عند السيدة؟ تكرار فشل الحقن المجهري ده مشكلة احنا بنقابلها كتير، وخصوصا في المراكز المتخصصة عندنا اللي بيجي لنا الحالة تكون عملت محاولة أو اثنين أو ثلاثة وما حصلش في المصير. هو خلينا نتكلم عن مقومات نجاح الحقن المجهري. النجاح مرتبط بالأول الإعداد الجيد للحالة، تقييمها كويس، تشخيص السبب الحقيقي اللي أدى إلى عدم حدوث الحمل، وبعدين التحضير المناسب لها بالعلاج المناسب عشان نقدر نطلع بويضات كويس. هو الحمل عبارة عن بويضة تخصب بحيوان منوي، بيتحط بعد ما التخصيب بيكون جنين، بيتحط في وسط مناسب اللي هو الرحم اللي بيقبل هذا الجنين ويغذيه ويتعامل معه لأنه جزء من الجسم. دي مقومات النجاح. فإن احنا فيما يخص الجزء السيدة زي ما حضرتك بدأتي، لازم الأول يبقى عندنا بويضة كويسة. بويضة كويسة يعني طلع من مبيض أعدها بشكل كويس. الحالة الهرمونية بتاعت الجسم أثناء إعداد البويضة كانت سليمة. العوامل الخارجية اللي بتأثر على جودة البويضة زي بعض الأمراض اللي ممكن تكون موجودة عند الست زي السكر أو الخلل في الغدة الدرقية أو لازم الكلام ده يبقى متظبط كويس. تاني حاجة جهاز المناعة. جهاز المناعة هو اللغة اللي الحوار بيتم ما بين الجنين اللي احنا بنزرعه جوه الرحم وما بين جسم الست أو الرحم، هو عبارة المفردات بتاعته هي جهاز المناعة. فجهاز المناعة وقدرته على تقبل الجنين دي نقطة مهمة لازم تبقى يتم استقصائها جيدا قبل عملية الحقن المجهري. عادة فشل الحقن المجهري بيكون نتيجة فشل في أحد العوامل اللي احنا بنقولها دي. يا إما البويضة كانت مش كويسة، يا إما أثناء إعدادها كان الحالة الهرمونية بتاعت الجسم مش مظبوطة، يا إما الرحم كان فيه مشكلة لم يتم اكتشافها، يا إما جهاز المناعة فيه خلل ما أدى إلى أن الحوار اللي بيتم ما بين الجنين وما بين الجسم حصل فيه لخبطة، فالجسم اعتبر البويضة أو آسف الجنين اللي اتزرع في الرحم ده جسم غريب وبدأ يتعامل معاه، بدأ يرفضه. طيب دكتور، التكرار برضو بتبقى نفس الأسباب هي يعني أنا لما بجرب مرة واثنين وثلاثة وبرضو بلاقي فشل، بيبقى هي نفس الأسباب؟ نفس الأسباب زائد بعض الأسباب التانية اللي بنبتدي ندور عليها في حالة تكرار الفشل الحقن المجهري. يعني مثلا في عنصر مهم جدا اللي هو فيتامين دي في الجسم. لحد سنين قريبة ما كانش ليه دور أو ما كانش بنسمع عنه أصلا بالضبط، وما كناش فاهمين أهمية فيتامين دي في عملية الخصوبة وحدوث الحمل. دلوقتي بقينا الإيرا بتاعت الفيتامين دي أو العصر بتاع الفيتامين دي بدأنا نلاقي إن هو ليه دور مهم جدا في عملية الخصوبة، ونقصه في الجسم بيؤدي إلى فشل الحقن المجهري. حالات كتير جدا شفناها عاملة كل الأبحاث المناسبة ومفيش سبب واضح لفشل الحقن المجهري، بنلاقي المشكلة مثلا في فيتامين دي. بعض العيوب الخلقية اللي بتبقى موجودة في الرحم اللي احنا كنا زمان مش حاسين لها دور، بدأنا لما بنصلحها بمنظار الرحم لقينا ان الحالات بتحمل، رغم ان زمان والتكست بوكس والكلام اللي احنا كنا بندرسه وبندرسه للطلبة ان الانواع دي من العيوب الخلقية ملهاش دور، لا لقينا ان لها دور فبدأنا نتعامل معاها بشكل. فبالإضافة للأسباب اللي احنا قلناها في الأول، في أسباب نادرة الحدوث ولكنها أصبحت مهمة لأن اكتشفنا أن لها دور في عملية في تكرار الفشل الحقن المجهري. ده بالنسبة للسيدة يا دكتور. طيب لو هنيجي نتكلم على الرجل، إزاي في مركز مصر للذكورة حضرتك بتتعامل مع الرجل لو فشل عملية الحقن المجهري كان بسببه هو؟ احنا الأول في نقطة أحب ألفت نظر الناس لها، أن فشل الحقن المجهري يقع مسؤوليته بنسبة 50% على الرجل و 50% على الست. يعني بمعنى ان في اسباب في الستات دكتور احمد اتكلم عنها، وهو طبعا يعني ده مجال تخصصهم فهم ادرى بيه، وفي في الحيوان المنوي ذات نفسه الراجل مسؤول بنسبة 50% عن فشل الحقن المجهري نتيجة نقص جودة الحيوان المنوي. جودة الحيوان المنوي اللي هي الناحية الوظيفية، الحيوان المنوي وظيفته ان هو خاصة بالبويضة ويكون جنين قوي.
طيب لو الحيوان منوي جودته مش حلوة، الجنين ممكن ما يتكونش من أصله. يعني كتير جدا من الستات تروح تعمل حقن مجهري، طلعت مثلا 16 بيضة، حقنوا 16 بيضة خصب منهم 2 أو 3 أو 4، يبقى معنى هذا الكلام إيه؟ معنى هذا الكلام إن في مشكلة جامدة جدا في الحيوان المنوي، لأن معدل التخصيب هنا منخفض جدا. يبقى ده بيدل على إن جودة الحيوان المنوي ده وحش. طيب هل في حاجات تانية ممكن؟ آه ممكن في عوامل أو يعني مظاهر كتيرة جدا أقدر أعرف منها إن الحيوان المنوي ده جودته وحش. منها مثلا إن يبقى في تحليل اسمه تكسر المادة الجينية، في ارتفاع عالي في تكسر المادة الجينية. منها مثلا في تحليل السائل المنوي البسيط يبقى ضعف نسبة الحركة، يعني لما الاقي مثلا الحركة مثلا 10% أو 20% منخفضة جدا، ده بيدل على إن جودة الحيوان المنوي وحشة. كان عندي مريض عنده مشكلة في الحركة وقال لي طب يعني هو مش الحيوان المجهري بيحل مشكلة الحركة، أنا محتاج الحركة في إذا كنت أنا باخد الحيوان المنوي وحطه جوه البويضة. صح، أنا مش محتاج حركة خالص عشان أعمل حيوان مجهري، أنا باخد الحيوان وحطه جوه البويضة، ولكن الحركة دي مؤشر على جودة الحيوان المنوي. كل ما معدل الحركة بتاع الحيوان المنوي كان عالي، كل ما كان نجاح الحقن المجهري عالي. أدي مثال واضح، لو أنا عندي سائل منوي نسبة الحركة فيه الإجمالي 20% وسائل منوي تاني نسبة الحركة فيه 60% أو لنفس الشخص، وعملت للشخص ده مرة حقن مجهري ونسبة الحركة فيه 20% وعملت لنفس الشخص حقن مجهري ونسبة الحركة فيه 60%، مين اللي ينجح أكتر؟ اللي فيه 60%. فإحنا بنتجاوز الأساسيات اللي هي الواضحة جدا جدا جدا، وبنظن أن الموضوع ده ملوش أي قيمة. برضو من ضمن الحاجات الخاطئة اللي بتشاع، احنا ما تقلقش خالص احنا بننشط الحيوان المنوي واحنا بنحط له دواء والدواء ده بيخلي الحركة تبقى كويسة. صح، كلام اللي هو بيقوله صح، ولكن هل القضية في انه يتحرك؟ جودته ذات نفسها وحشة، الماتيريال ذات نفسها اللي انا بستخدمها ايه؟ ضعيفة. وحشة. وده حتى يمكن انا اقوله كده بلغة بسيطة ممكن جدا الناس البسيطة تقدر تفهمها، انا لو عندي بذرة ضعيفة وزرعتها في ارض، يا اما مش هتنبت يا نبتت الزرع هيبقى ضعيف شوية هواء ايه يوقعوه. فدور الراجل مهم جدا جدا في نجاح او فشل الحيوان المجهري. كل ما كان السائل المنوي كويس كل ما كانت احتمالية النجاح عالية، كل ما كان السائل المنوي وحش كل ما كانت احتمالية الفشل عالية. فما فيش حاجة اسمها انا هعمل حيوان مجهري بدون ما لو الراجل عنده مشكلة ما يتعالج. لما بيحصل فشل في عملية الحقن المجهري مرة بيبقى الموضوع مرهق، لما بيحصل تكرار بيبقى مرهق أكتر جسديا ونفسيا وكمان من ناحية الفلوس. في عوامل ممكن نتجنبها علشان نتجنب فشل الحقن المجهري سواء عند السيدة أو عند الرجل؟ خلونا نبدأ الأول بالست. هو السؤال اللي حضرتك بتقوليه سؤال سهل بس إجابته ممكن تاخد وقت طويل قوي. عشان نتجنب فشل عامل الحقن المجهري يبقى احنا محتاجين قبل ما نعمل أول محاولة إن احنا نستقصي كل الأسباب الممكنة والقليلة الحدوث أو نادرة الحدوث أو أكثر ندرة الحدوث. تمام. وده الحقيقة ممكن يكلف المريضة ماديا كتير جدا. صحيح. مثلا أحد الأسباب النادرة لفشل الحقن المجهري أن يكون، أو أقصد بنادرة يعني نسبة حدوثها مش عالية قوي، أن يكون في خلل جيني أو خلل وراثي موجود عند الست وعند الرجل. تمام. أو عند الرجل. ففي الحالة دي محتاجين أن احنا نعمل فحص وراثي للأجنة جينيا ووراثيا عشان قبل ما نزرع الجنين جوه الرحم نبقى عارفين الصفات الوراثية بتاعته بنسبة كبيرة سليمة، ده ما يؤديش إلى الخلل. لو احنا قررنا نعمل ده لكل الحالات عشان ما يبقاش فشل قبل الفشل، هنكلف كل واحدة فحص جيني، ده مكلف جدا، يمكن تكلفته احيانا بتزيد عن تكلفة الأدوية نفسه والحقن نفسه. فما ينفعش ان احنا نعمله، او لا يصح ان احنا نعمله لكل الحالات مسبقا. تمام. انما لازم يبقى في محاولة، والمحاولة دي إذا فشلت محاولة إحنا بنستقصي فيها الأسباب الشائعة، وإذا لقينا إن المحاولة فشلت ممكن نعمل بقى ندور على الأسباب نادرة الحدوث، لأن زي ما قلت لك تكلفة اللي إحنا جداً. البحث فيها عالية جدا، فطبعا صعب مبدئيا إن إحنا نتجنب الفشل. تمام. بس في البداية يا دكتور إحنا بنطلب تحليل من الرجل علشان مثلا نطمن على جودة الحيوان المنوي، أو ولا بنطلب منه حاجات تانية، ولا بنعمل شروط معينة علشان نتجنب فشل عمليات الحقن المجهري؟ يعني إيه هي الشروط اللي إحنا بناخدها كده ستاب باي ستاب؟ الراجل الموضوع بالنسبة له هنحصر في حاجتين، ان هو يبقى فيه دكتور ذكورة متخصص
واقصد متخصص يعني هو ده مجال عمله، مش مجرد دكتور جلديه او دكتور هاوي او الى اخره. ده نمره واحد. نمره اثنين، يطلب له الفحوصات المطلوبه ويقيمه بصوره صحيحه. تقييم الراجل سهل، الموضوع مش صعب. تحليل السائل المنوي، تحليل تكسر الماده الجينيه، تحليل الهرمونات، الكلام ده كله سهل. ان هو يعني اي مركز ذكوره متخصص وفي دكاتره يعني عندها خبره هتقدر تتعامل مع الموضوع بمنتهى البساطه. انما المشكله كلها ان هو دايما اللي بيحصل طالما في حيوانات منوعه عند الراجل خلاص احنا ما نفكرش في الموضوع، او لو العيان ما عندوش حيوانات منويه ما تفكرش، احنا هنفتح الخصيه اذا لقينا حيوانات هنعمل حقن مكاري من غير اي اعداد او اي تحضير للراجل. فدور الراجل مهم جدا، وزي ما قلت في بدايه الكلام 50% للست و 50% للراجل. فمساله ان انا 50 يعني نص القضيه ان انا اتغاضى عنه، ده بيرفع احتمالات الفشل بنسبه كبيره. طبعا، وعشان كده كمان فشل عمليات الحقن المجهري يمكن لما بتتعمل بره في مراكز مختلفه مره واثنين وثلاثه، يعني في مركز مصر للذكوره اكيد انتوا بتعملوا حاجه مختلفه شويه، علشان بيبقى فيه قسم نساء وبيبقى فيه قسم ذكوره، فانتوا بيبقى عندكم التو سايدز. خليني اقول لك انا الرد على السؤال دوت، زي ما دكتور خالد اتكلم ان احنا عوامل النجاح وعامل الفشل المرتبطة بها هي 50% عند الست و 50% عند الراجل. الحالات اللي هي بيبقى سبب العقم فيها عند الست وبيبقى واضح، يعني مثلا واحدة عندها انسداد في الأنابيب أو قنوات فالوب وإحنا لازم هنعمل حقن مجهري. كتير الموضوع دايما بيبقى بدايته من عند دكتور النساء، يعني دايما بيلجأوا لدكتور النساء، هي كشفت قبل كده أو عملت أشعة بالصبغة وتبين وجود انسداد في قناة فالوب وتم نصح الأطباء الأقل تخصصا منها أنت محتاجة حقن مجهري. فبتجي لنا المركز، انا عشان اعمل محاوله واضمن لها اكثر نسبه نجاح، انا عندي 50% اسباب فشل عندي و50% اسباب فشل عند الراجل. يبقى انا مفروض، وده للاسف ما بيحصلش في المراكز الثانيه، ان انا مش مفروض ان اكتفي بتحليل سائل منوي واحد اظهر ان حالات منويه جيده وافترض ان الراجل ما فيهوش اي مشكله. ايوه صح. يعني وهنا دكتور نسا لازم ان هو الراجل بيبعته او بنبعته يتعمل له فحص بتحاليل بقى بسيطة وتكلفتها بسيطة، بيقررها دكتور أمراض الذكورة، بيعمل فحص للزوج ويعمل تحاليل الهرمونات وتحليل عشان نتأكد إن الحالات المنوية مش ظاهريا بس كويسة، إن جودتها كمان في التخصيب هتبقى كويسة، وده بيخلينا نسبة نجاح تبقى أعلى. فده اللي بيميزنا طبعا في مركز مصر للذكورة، إن في تعاون الأوضة جنب الأوضة والكشف جنب الكشف، وبيتم استقصاء الحالة وفحصها جيدا من ناحيتين قبل ما ناخد القرار بتاع الحقن المجهري وقبل ما ننفذه. دكتور نورتونا النهارده، وقتنا جري مع حضراتكم بسرعه جدا، كان لقاء جميل ونتمنى ان هو يتكرر مره ثانيه، شرفتونا النهارده. شكرا. كان معانا النهارده منورنا استاذ دكتور احمد الحلوجي، استاذ امراض النساء والتوليد وعقم وعلاج العقم بمركز مصر للخصوبه، دكتور خالد سالم استاذ امراض الذكوره وعقم الرجال بمركز مصر للذكوره. اتكلمنا النهارده على اسباب فشل الحقن المجهري من عند الست ومن عند الرجل، وقلنا حلول بسيطه جدا، وقلنا ازاي بنكتشف الحاجات اللي ممكن نكون عملناها قبل كده أدت للفشل وإزاي نعالجها. استنونا فكرة جديدة من عيش صح. مساء الخير وأهلا بكم معنا وحلقة جديدة من إنبوكس بعد المداولة، واللي طبعا بيكون متواجد فيها معنا المستشار أحمد فوزي. والنهاردة هنتكلم معاه بقى عن التعديلات الجديده في قانون العقوبات للنفقات. استاذ احمد بنرحب بك معنا. اهلا وسهلا يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا فندم. ايه الاخبار؟ الحمد لله. طيب في البدايه كده نحب نعرف من حضرتك ايه بقى التعديلات الجديده اللي طلعت في القانون في حاله عدم دفع النفقات اللي المفروض تدفع. تمام. شوفي، هو قانون العقوبات ده خاص بقانون العقوبات، التعديل ده في القانون 6 لسنه 2020 صدر من اسبوع، يعني صدر يوم 2/2/2020 فبراير، يعني الاسبوع اللي فات على طول زي النهارده تقريبا. القانون ده قانون خاص بقانون العقوبات وليس بالاحوال الشخصيه، ولكن بيخدم على نص او بيخدم على حالات الاحوال الشخصيه. تمام. القانون ده كان قانون موجود اصلا طول عمره، يعني موجود القانون ده من القانون 8 من القانون رقم 58 لسنه 37، ده موجود القانون ده الماده 293. القانون ده كان بيتكلم على الزوج اللي ما بيدفعش،
بيتحبس. هيجي ناس يقول لك اه طب ما احنا طول عمرنا في دعوه حبس. اه دعوه الحبس اللي مقصود بيها في قانون الاحوال الشخصيه حاجه وده حاجه. الفرق بقى حاضر. الاول هنقول دعوه الحبس في قانون الاحوال الشخصيه دي دعوه القاضي لا يحكم بالحبس فيها الا لمده شهر، وده كاجراء من اجراءات التنفيذ وليس حكم جنائي. يعني طب ايه الفرق برضو؟ الفرق انك انت لو عليك حكم جنائي ممكن ينزل على الكمبيوتر في اي كمين في اي لجنه في اي حته بتقف انت عليك حكم، ممكن هتتمسك على السيستم الكامل. اه على السيستم، مسافر، كل الاجراءات اللي الناس حافظاها وعارفاها بخصوص الحكم ده. حكم النفقات اللي هو الحكم بالحبس لمده شهر للزوج اللي ما بيدفعش ما كانش ينزل على السيستم، لانه ده حكم صدر محكمه احوال شخصيه مش محكمه جنائيه، فما كانش تنفيذه بيتم. لكن الحكم ده بيجوز، انه مش يجوز، هو اكيد انك بتنزله على السيستم. وبعد كده الحكم ده القانون ده بيدي مده سنه، يعني بيقول ايه؟ ان اللي ما بيدفعش النفقات تمام بيحبس مده لا تزيد عن سنه، وغرامه 500 جنيه، ده القديم بقى، الجديد خلاها 5000 جنيه. فاحنا النهارده القانون ده مختلف تماما عن القانون الثاني. طيب احنا النهارده برضو القانون عشان لسه طالع من اسبوع وفي لغط كتير قوي وكلام ومفهوم، احنا هنقرا النص، يعني انا لسه ما حفظتش النص فهنقراه قرايه وهقول ايه اللي اتعدل في النص وايه القديم وايه الجديد. تمام. النص بيقول ايه؟ يستبدل بنص الماده 293 من قانون العقوبات الاتي: كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقارب أو أصهر أو أجر حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه. يعني امتنع عن الدفع بس لازم يشترط حاجتين: يكون امتنع لمدة 3 شهور تمام وعنده قدرة على الدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، يعني ما تزيدش عن سنة غير بقى دعوة الحبس، احنا قلنا اخرها 30 يوم. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 5000 جنيه او احداهاتين عقوبتين. هو النص كان بتاع القديم وهو ده النص الجديد. ايه اللي اختلف في الفقرة دي؟ 3 شهور لسنة. لا هي كانت برضو كل القصة دي، الغرامة بدأت 500 جنيه بقت 5000 جنيه. طيب الناس تقول لك الله طب انتوا عملتوا ايه؟ لا في حاجة جاية. تمام. نكمل النص: ولا ترفع الدعوة الا بناء على طلب الا بناء على شكوى. النص القديم كان كده برضو، اضاف النص الجديد او طلب. يعني اضافت كلمه طلب عشان زي بنك ناصر من حقه يقدم طلب للنيابه بموجب هذا، لان بنك ناصر كشخصيه اعتباريه مثلا ما ينفعش ترفع الجنحه على طول، لازم تقدم طلب تمام من صاحب الشان. واذا رفع بعد الحكم عليه دعوه ثانيه فتكون العقوبه الحبس بقى، ما فيهاش حبس او غرامه او احدى عقوبتين. عقوبه واحده، عقوبه الحبس مده لا تزيد عن سنه. يعني القاضي من حقه يدي شهر برضه وشهرين ثلاثه بس ما يزيدش عن سنه. الجديد بقى اللي دخل على النص ايه اللي هنقوله ده؟ باستثناء ال 5000 جنيه وباستثناء من 500 بقت لخمسه، وباستثناء انه كان طلب وشكوى بقى شكوى، كانت شكوى الاول بقت شكوى وطلب. تمام. دي حته قانونيه شويه هيفهمها القانونيين. الجديد بقى: ويترتب على الحكم الصادر بالادانه، يعني لما المحكمه تحكم بادانه الشخص ده، تعليق استفاده المحكوم عليه من الخدمات المطلوبه المطلوب الحصول عليها بمناسبه ممارسته ونشاطه المهني. هنا مهم جدا ده بقى الايه اللي بيصار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني واحد اسير كتير بس هذا الامر انا مختلف فيه تماما اللي سمعته انه هتوقف بقى بطاقته وهتوقف. لا، هنا المشرع انا برضو ايه استغربته لما اصدر ده. هنا المشرع قال جملة مهمة جدا: بمناسبة ممارسة نشاطه المهني. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكلام ده حضرتك مثلا رجل اعمال وعندك سجل تجاري، هوقف لك تراخيص السجل التجاري وكل حاجة ترتبط بمهنتك. طب نفترض حضرتك ما عندكش مهنة. بالظبط. هيرد عليا المشرع ويقول لي ايه؟ ما اللي ما عندوش مهنه بيشتغل في حته تمام؟ ممكن يروح ينفذ من شغل الراجل على طول، احنا دايما بنقابل المشاكل في التنفيذ مع مين؟ مع رجال الاعمال او الناس اللي انت مش عارفه تجيبي مرتب ليهم تنفذي عليه. حاجه ثابته. تمام؟
وانا هرجع اقول له انت عندك كم غير عادي من العماله اليوميه انت مش هتعرف تنفذ عليها. انت ليه ما عممتش بقى النص؟ ما قلتش توقف له كله، انت بالنص ده انا لما اروح حضرتك مثلا على الافتراض اعمل اتفاقيه مع البنك المركزي ان انا اوقف الفلوس اللي بيسحبها الراجل. يعني اوقف حساباته مثلا لو افترضنا، لان احنا لسه لغايه دلوقتي مش عارفين ايه الحاجات اللي هتقف، لان اخر ماده هتبين لنا ايه اللي هيحصل. تمام. انا ما اقدرش اعمل ده الا على الشركات او الشخص الزوج اللي يكون علاقته مرتبطه بمهنته. يعني محامي هتقدري مثلا نقول لنقابه المحامين ما تجددولوش الاشتراك، اطباء مهندسين كذا طب باقي الفئات هتعمل فيها ايه؟ لكن لو واحد مثلا بيصحى الصبح يشتغل من خلال الانترنت يبيع ويشتري وبيكسب كويس قوي ومفيش اي علاقه ليه بالدوله، انت كده بالنص ده لان النص صريح تعليق استفاده المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبه ممارسته نشاطه المهني. طب معلش يا استاذ احمد، مش كل دي المفروض يعني وسائل ان انا ممكن يعني اقدم بيها اوراقي ان انا اشتغل كبطاقه كجواز سفر كشهاده ميلاد؟ ما كلها حاجات يعني المفروض تبع للسجل المدني او يعني اوراق حكوميه. ما هو النص حكمك قال لك بمناسبه نشاطك المهني، يعني لما يروح حد ما عندوش نشاط مهني هتعمل له ايه؟ مش كل مصر عندها نشاط مهني. فانت النهارده المفروض كنت يعني انا وجهه نظري المتواضعه تمام المشرع النهارده أيد الحته دي بالنشاط المهني اهو بمناسبه نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكوميه والهيئات العامه. يعني مثلا واحد عنده سجل تجاري واحد عنده مهنه هيوقف له التعامل. ارجع اقول له الباقي هنعمل فيه ايه؟ يعني انت حليت جزء، انا على احترامي جدا الجزء اللي انت حليته فعلا هيخوف ناس كتير ويلمه، ولكن الفكرة احنا لغاية دلوقتي مش عارفين هتؤدي ازاي. والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتى اداؤه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم عليه هو بنك مصر حسب الاحوال. فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان الشخص اللي عنده نشاط مهني هيوقفوا له حاجته تمام، ودول طائفة كويسة. يعني اذا خدنا بمبدأ التدرج يعني ممكن ندخل في نص المجتمع هيوقف له حاجته. طب الراجل ده يعمل ايه لما يروح يخلص اي اجراء؟ هيقولوا له حضرتك جيب لنا ما يفيد انك سددت النفقات بتاعتك. هذا هيبقى امر برضو سكينة. زائد بقى احنا بننصح الراجل في الحالة دي، ما انت هتتحبس وهيتعمل لك ده. يعني مش مجرد انك تروح تقول لي انا اتحبست خلاص تسقط العقوبة. لا، ما هي العقوبة الحبس انتهى بس في لسه غرامة. الغرامة لو فيها موجود هتدفعها تمام 5000 جنيه. اما بقى هنا طب ما انت كده يبقى ادفع احسن لك، لانك انت لا يمكن تيجي تروح تقول للجهه الحكوميه اصلا نفذت عقوبه الحبس، هيقول لك لا انا ماليش دخل بعقوبه الحبس. تدفع النفقات اللي هي منوط بها المشرع هنا في الجمله دي قالها النفقات. تمام. نكمل النص. وللمجني عليه او وكيله الخاص او لورثته او وكيله الخاص وكذلك بنك مصر ان يطالب من النيابه العامه والمحكمه المختصه بحسب الاحوال وفي اي حاله كانت عليها الدعوه اثبات تصالحه مع المتهم. يعني المشرع حافظ على الاسره هنا، قال لك زوج وزوجه وفي النهايه بينهم اولاد بينهم امور اسريه. لو من دي من القضايا اللي اقدر اتصالح فيها، في قضايا عندنا في الجنائي ما ينفعش تصالح فيها، زي ما فاكره حضراتكم لما قلنا مثلا السرقه بالظبط، حتى لو انا قلت انا متنازل حق دوله لا يجوز التصالح. تمام. هنا المشرع جه قال ايه؟ ويجوز للزوجه انها في القضيه دي، الراجل اول ما يشوف عليه مثلا خد سنه هيروح يجري هيقول لها خلاص وتعالي وهيدفع ويبقى كويس. فقال ما يعني المشرع قال ايه؟ نظر لان العلاقه دي كلها علاقه اسريه في النهايه. تمام. حتى اذا كانوا متطلقين فبينهم اولاد، ما هي نفقه زوجه او اقارب بالظبط. الاولاد دول في تعريف الماده 35 من القانون المدني، مين هم الاقارب؟ الابن والاصول والفروع، هو ده اقارب.
تمام. والأقارب زي الأب نفقة الحكم ده برضو شامل، اللي ياخد حكم نفقة على أبوه أو ابن ياخد على الأب نفسه ياخد على ابنه، لأن في أمور عندنا في النفقات مش نفقات أولاد بس وزوجة، يعني عندنا في النفقات الأقارب كتيرة، يعني ممكن كذا أي حد ياخد نفقة على حد بيعوله لما يصرفش عليه، على الحفيد على جده وهكذا، تمام. فليه انه يطلب التصالح، ويترتب على التصالح ده ان دعوة جنائية القاضي وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة، تمام. ولا يترتب على الصلح وفي جميع الأحوال إذا كان المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيل يقبله هذا الشخص. يعني إيه كمان؟ يعني أنت كمان ممكن تيجي تقول إيه، والله الزوجة تيجي عارفة جوزها الراجل عليه مثلا 20,000، بس هي عارفة فعلا إن الراجل ده ما يملكش من الحطوم الضمير إلا 15,000، طب هتعمل إيه في الخمسة؟ تقول له قدم لي كفيل يرضى يسدد عنك لو ما دفعتش. ودي موجودة على فكرة كان، بس الناس مع الأسف ما بتقراش قوي في القانون. يعني مثلا أنا النهاردة جاي الراجل هتحبس بكرة، خلاص حكم عليه النهاردة هتحبس، هياخد 6 أشهر، تمام. لا والله ما معايا غير هم 10,000 من الـ20. يا ستي ارحمي، من حقها بقى هنا تقول له إيه، أنا موافقة وتتصالح زي ما اتفقنا، أو تقول له هات لي حد يضمنك بالظبط كفيل، عشان لو ما دفعتش ارجع، بس ما ارجعش على الكفيل ده بقى الحبس، ارجع عليه ان انا احصل الدين منه في مده قد ايه؟ زي ما اتفق على حسب ما هي خلاص رضيت، يبقى خلصت القصه كده، تمام، حسب ما يتفق. وهي بعد كده وقتها يعني. وقتها هي اللي هتبقى ماسكه الروبوت كنترول زي ما بيقولوا، هي المسيطره، تمام. ويصدر بقى الحته المهمه، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد واجراءات تعليقها وانهاء قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزارة المختصين. طبعا القانون ده صدر 2 فبراير ويعمل بيه من اليوم التالي لتاريخ نشره اللي هو 3 فبراير. احنا النهارده 9 او 9 فبراير او 10 حاجه كده. فاذا كان لسه وزير العدل ما طلعش التعديل القرار، وهيشوف مع الوزراء المعنيين في كل وزاره، لانك انت عندك الحته المهنيه دي كبيره قوي، هتلاقي وزاره التجاره ووزاره الصناعه ووزارات عديده. بس الأحوال الشخصية متهيألي ممكن يتم التناسق ما بين العدل والأحوال الشخصية بسهولة، ما فيهاش مشكلة. والداخلية يعني احنا ما بنتكلمش على الأحوال الشخصية، يعني احنا بنتكلم وزير العدل هو اللي هيطلع قراره، تمام. وزير العدل منوط بيه جزئية الشهر العقاري، منوط بيه انه مع كل الجهات المعنية اللي ممكن توقف خدماتك، تمام، يعمل تنسيق معاها مع وزرائها المعنيين، تمام، ويقول انا احنا هنوقف بالطريقة دي الاجراءات، اصل انت ممكن توقف وبعد كده الموظف ده عشان يبدا يتعامل معاك تاني ويعيد لك تعاملك معاه على الشباك، الموظف ده ايه اللي مطلوب منه يشوفه لما اجي له انا اقول له على فكره انا نفقت كل ده؟ طبعا لازم يتم بتوصيف يتم بين الوزارات المعنيه ووزير العدل، يقول ايه هي بقى الجهات ومين اللي هنتعامل معاه. وعشان كده انا بقول ايه، وزير العدل المفروض النهارده هيبقى في 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 مزنق اللي هو ممارسه النشاط المهني، هل هو هيتوسع؟ قانونا ما ينفعش يتوسع، لان ده قانون، هو ده ما يقدرش وزير العدل يتوسع عن القانون. بس استاذ احمد غريبه شويه، يعني يمكن الايام اللي فاتت نزل على يعني بعض المواقع الاخباريه قالت ان يعني هيتم يعني المفروض هيوقفوا بقى البطايق وجواز السفر وبعض الخدمات اللي هي المفروض احنا بنستخدمها. خلينا يعني لا صحه، خلينا نتفق على ايه؟ احنا مشكله مصر انه في هناك افراد انهم بيفتوا بدون علم. احنا عندنا نص قانوني واضح جدا وصريح، هو النص بيقول بمناسبه ممارسه نشاطه المهني، فما عندناش اي اجتهاد في النص، لا اجتهاد مع نص. اما اذا كان مثلا صحفي او محرر فهم النص بطريقه خاطئه، تمام، فهو ده امره. ولكن انا عشان كده تعمدت اقرا النص، يعني انا تعمدت اقرا النص، ان انا سمعت نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله وانتشر، يعني وانتشر، فعشان كده تعمدنا اهو. ويترتب على الحكم الصادر بالإدانه تعليق استفاده المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، فول ستوب، نقطة، خلصت. يبقى بممارسة نشاطه المهني.
يعني ما فيهاش اجتهاد. طيب استاذ احمد لسه هنكمل معاك بقيه اسئلتنا معاك، لكن هنطلع لفاصل صغير ولسه هنكمل معاكم بعد المداوله مع المستشار احمد فوزي. من جديد ولسه مكملين معاكم إن بوكس بعد المداولة مع المستشار أحمد فوزي حجازي، ولسه بنتكلم عن التعديلات الجديدة في قانون العقوبات للنفقات. أستاذ أحمد، يمكن احنا قبل الفاصل اتكلمنا عن التعديلات اللي حصلت في القانون، ولكن حضرتك قلت لنا ان القانون ده اصلا موجود من سنة 37، قانون قديم. ليه الناس فجأة بقت بتتكلم عنه، او ليه الناس فجأة بقت بتلجأ ليه؟ هو لسه ما حدش لجأ ليه، ولكن الناس بتتكلم عنه لانه اضاف حته الناس كانت مشتاقه ليها، يعني حته انك انت النهارده توقيف الخدمات. احنا عارفين طبعا ان تنفيذ الاحكام في مصر تنفيذ بيبقى صعب شويه، يعني وحده تنفيذ الاحكام في مصر لو تبص عليها هتلاقي الاف من القضايا فعلا اللي واخده احكام، وانك تمسك الشخص نفسه وده امر فعلا ده صعب، يعني اللي ايده في الشغلانه دي كان الله في عون وزاره الداخليه في الحته دي، انها حته صعبه قوي. تمام. وحته بقى ان انا النهارده قبل ما اروح اخلص خدماتي هتوقف لي الدنيا، دي هتخلي الناس طبعا هتتصدى. فدي اضافه يمكن المشرع خد باله منها، او القياده السياسيه في الدوله وجهت للحته دي، فكانت الحمد لله مهمة. طب ليه قبل كده ما كانش بيتنفذ أصلا؟ شوف النص ده فيه خلاف فقهي شديد بين رجال القانون، لما تقعد مع اتنين من رجال القانون ممكن يتفسر تفسيرين. النص ده مرتبط بالنص الخاص بدعوى الحبس اللي هي بتاعت 30 يوم. دعوى الحبس دي في مادة اسمها المادة 76 مقررة من قانون الأحوال الشخصية، القانون رقم 1 لسنة 2000. القانون ده بيقول ايه؟ بيقول انك تلجأ لدعوى الحبس دي تمام؟ في بعد من انه يبقى عندك حكم نهائي بالنفقة، ولا يجوز نص المادة دي. وهنا كان نفسي انا بقى المشرع ياخد باله ويضيف ويلغي النص ده، ولكن انا ليه وجهة نظر ما تفرقش هقولها. انه كان قانون الحبس الشهر ده كان في نص المادة بتاعته بتقول ايه؟ ولا يجوز للزوج او المحكوم اللي صدر ليه حكم ان يلجا الى نص الماده 293 الا بعد ما يلجا للماده 76 وياخد شهر حبس. فكان بيحصل ايه؟ انت النهارده ما كنتش تقدر تلجا للماده دي تمام 293 الا لما تعدي على مرحله ثانيه، على حكم الحبس، تاخد حكم حبس وتاخد حكم حبس، ان ده نص واضح وصريح في القانون ده. فكان بيعطله شويه. انا وجهه نظري لا، هو ما يعطلوش. وعلى فكره ناس كتير مختلفه معايا. ليه بقى؟ يعني ليه؟ لان انا شفت قلت ايه؟ نقرا النص، اصل انا اللي بيحكمني مش شخصي، النص. كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقه. حكم واجب النفاذ يعني ايه؟ يعني حكم تقدر تنفذه إذا صدر عليك من أول درجة، ما تستناش إنه يكون نهائي عشان تنفذه. ده في تنفيذ النفقات بس. ده في الحكم ده، حكم خاص بالحكم بالحالة دي اللي إحنا بنتكلم عنها. تمام. تمام؟ فما ينفعش حضرتك تروح تنفذ الحكم الحبس إلا لما يبقى الحكم نهائي. تمام. تمام؟ فعشان كده أنا إيه بقول لزمايلنا وأساتذتنا وقائمين على العملية القانونية، سواء كانوا ناس بتحكم او ناس محامين بيأدوا ده، لا، الحكم هنا واضح بيقول لك انت ممكن بقى ميزه الحكم ده انك ما تستناش حكم نهائي. حكم نهائي فما يتطبقش عليك ماده 76 برضه. يعني ماده 76 تتطبق عليك انت لو انت استنيت حكم نهائي. تمام؟ يبقى لازم لو خدت حكم نهائي ورفعت دعوى الحبس بالحكم النهائي. لكن هنا انا وجهه نظري دي تحتمل الخطا على فكره. تمام؟ كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ. على فكره اصل المشرع ده مش حد مش فاهم، لا، ده المشرع ده خبره، كلمه بميزان ذهب يعني. كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ كان يجب عليه زي ما قال في الماده 76 لو مش عايز كده كان يقول حكم نهائي، لكن هنا حكم قضائي واجب النفاذ. فانا بقول للمجتهدين او اللي بيحاولوا
التجربة، لا ارفع بحكم أول درجة ممكن تاخد بيه وما تستناش، لأن الفقرة في المادة 76 معلش الكلام ده أنا عارف أنه تقيل شوية على المواطن العادي، بس إحنا بنقوله لأن في زمايل قانونيين قاعدين بيتفرجوا ممكن نستفاد منهم أو هم يستفادوا من الحوار ده. تمام، فبنقوله لا ارفع بحكم المادة دي. تمام، لأن المادة دي واضحة أنه حكم واجب النفاذ، لكن المادة 76 بتوقفها الحكم النهائي. انت ما معكش حكم نهائي، انا خدت حكم اول درجه وعايز، والراجل قعد 3 شهور انبه عليه، ابعت له انذار بقول له ادفع، تمام، ما دفعش اروح رافع الدعوه دي. لما يجي قاضي الجنائي يقول لي لا ما انت ما التزمتش بحكم الماده 76، اقول له حكم الماده 76 كان بيتكلم على الحكم النهائي، انا مش حكم نهائي. فانا من وجهه نظري ان النص هنا يجب ان يفعل من حكم اول درجه. نص المادة 293. هايل جدا. طيب أستاذ أحمد، ده يمكن التعديلات اللي حصلت في قانون العقوبات بالنسبة يعني اللي بيخدم على الأحوال الشخصية. صحيح. الأحوال الشخصية. صحيح. طيب لو رجعنا بقى مرة تانية لقانون الأحوال الشخصية ونتكلم عن نفقات الزوجة، يعني هنا المفروض الزوجة هنا ليها نفقات إيه؟ تمام، شوف الزوجة زي ما اتفقنا هي ليها نفقات، وكلمة نفقة يعني حد بيعول حد بينفق عليه. تمام، طب هل تختلف الزوجة عن الأولاد؟ أديك مثال. احنا فاكر كنا بنقول لو الابن عنده مال نفقته من ماله ما يروحش يطلب من أبوه نفقة؟ عارف كده حضرتك؟ يعني لو الابن بيشتغل؟ لا مش بيشتغل، بيجيله فيه فلوس. يعني مثلا في فند من دولة ما بتصرف عليه، بتديله بتعلمه، بتديله هو مثلا معاه جنسيتين مثلا، ده على سبيل المثال، فبياخد فند من دولة اللي هو الدعم بأي شكل من الأشكال، بأي شكل. جده هتطلب فلوس في البنك، عنده دخل كويس، ورث من حد اداله وصية، أي دخل يجيب فلوس للولد. النفقة هنا مش على الأب، النفقة على الصغير. شوف بقى في الزوجة بقى. طب معلش، حتى هنا لو بياخد من بنك ناصر معاش اللي هو الحد الاقصى 500 جنيه. لا لا لا، انا ما بتكلمش لسه على بنك ناصر خالص. لا معلش برضو الجزئيه دي بالنسبه لنا مهمه، يعني لو حد هنا بيستقطع معاش من بنك ناصر، تمام، زي ما احنا قلنا قبل كده ان ممكن الدوله بتساهم في الجزئيه دي في النفقات. لا ده اصله عشان تروح تاخد بنك ناصر لازم تكون خدت حكم. تمام، يعني ماشي باجراءات برضو. لا انا ما بتكلمش عن صغير راح محكمه. بتكلم عن صغير عنده دعم زي ما حضرتك قلت باي شكل من الاشكال. تمام، اي شكل، الولد عنده فلوس. تمام، امه متوفيه وسايبه له تركه كبيره. تمام، ما تبقاش النفقه على ولد، ما تبقاش نفقه، تبقى النفقه من ماله. تمام، من مال الصغير. طيب لو الصغير ده المال ده مثلا بيدخل له 2000 جنيه في الشهر وهو ينفق 3000، نقدر نرفع بال 1000 جنيه على الاب عشان نقفل حته الصغير. نيجي بقى للزوج، مليونيره نفقتها على زوجها، مليونيره نفقتها على زوجها. فاروق بينهار ما بيسمع الكلام ده. حتى لو كده ده شرع، ما هو ده الشرع، ده شرع وقانون. الزوج ينفق، يعني هنا بقى الخلاف بين دي ودي. ان النفقه للزوجه لو كانت الزوجه طالما الزواج صحيح، شروط الزواج انه الزواج صحيح، يبقى الأب ملزم بالإنفاق على زوجته. وده مستمد من إيه؟ من القرآن، لينفق ذو سعة من سعته. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما راحت له السيدة هند بنت عتبة وقالت له زوجة سيدنا أبي سفيان، قالت له زوجي شحيح، يعني ما بيصرفش، وأنا باخد من وراه وبصرف على ابني وعليا. قال لها خدي بس بالمعروف، خدي بس بالمعروف. فهنا النفقه شرعا وقانونا على الاب حتى لو الزوجه لا، دي وجوبيه ما فيهاش يعني ما فيهاش كلام. يعني لكن بتكلم ان لو حصل انفصال، يعني هي دي بس المشكله، مش نفقه. الانفصال ده موضوع صغار بس. نفقه صغار بنتكلم، ما هو اصله هناك امور اذا تم الانفصال الطلاق. تمام، الزوجة ملهاش نفقة، ليها ايه بقى؟ متعة وعدة ومؤخر. لا، دي حقوق الطلاق، الحقوق الناشئة عن الطلاق، المتعة والعدة والمؤخر. زي ما حضرتك قلتي لو خلعته راحوا الثلاثة.
تمام؟ طيب ليها ايه؟ طب ايه المتعه دي؟ المتعه دي زي ما اتفقنا، او العده، العده دي تكمله النفقه. ما هو النفقه الزوجيه عباره عن ايه؟ اكل ولبس ومسكن ومصاريف علاج، بخلاف مصاريف الولاده على فكره. مصاريف الولاده ما تدخلش اسمها مصاريف علاج. يعني الزوجه ليها مصاريف علاج لو بتتعالج، ليها مصاريف، والزوج ملزم انه يصرف عليها. تمام؟ تمام. كل ما تتطلبه المراه من امور، زي لو ليه، لو هي بتخدم في اهل بيتها ليه حق انه يجيب لها خادم. ليه حاجه اسمها كمان ايه؟ مؤنسه. يعني ايه مؤنسه؟ احنا بقى بنوضح للناس بقى، نقول لهم اتدلعوا بقى وعشان الرجاله هتدعي علينا. مؤنسه يعني ايه مؤنسه؟ يعني حضرتك مثلا مسكن زوجتك في حته بعيده جدا، وده النهارده بحاصل على فكره الكلام اللي احنا بنقوله ده، ممكن تلاقي زوجه ساكنه في مكان راقي جدا بس بعيد، وقاعده جوه فيلا وحواليها الدنيا فاضيه خالص. فده ما كان فيه وحشه ده انت ممكن تجيب لها مؤنسه عشان تونسها. مؤنسه دي بيدفع لها فلوس عشان تيجي تسليني؟ لا يعني زي ما بالبلدي بالفلاحين تاخد بحسك. اوكي. مؤنسه ايه ده؟ ليه؟ طب ما انت ممكن تبقى ليكي اجر خادمه. بس ما ينطبقش عليك شرط اجر خادمه. ليه؟ انك مثلا مش من من يخدم في اهل بيته. ما شرط الخادمه ده ليها شروط. فما عندناش، ما اعرفش اجيب اجر خادمه، اجيب مؤنسه. ده من حق الزوج على فكره. حقها حاجه اسمها بدل فرش وغطا. ايه بدل فرش وغطا؟ اللي ده ليه ولا للصغار؟ ايه؟ ليه ولا للصغار؟ ده كله احنا بنتكلم على الزوجه، احنا بنتكلم على الزوجه دلوقتي، احنا جبنا سيره الاولاد النهارده مش هنجيب صوت اطفال. طب ما نعدي النقطه دي بقى. كفايه كده حقوق. والله شوف، يعني انا تصوري الشخصي ان العلاقه الدين قال عليها موده ورحمه. طبعا. لو ما كانتش كده يعني عمرها ما هتستقيم، وبعد كده ده حقها. يعني الفرش والغطا ده الست داخله على منقولات زوجيه، اللي هو بالبلدي كده الملايات ده اسمه الفرش والغطا واللحاف وكل الكلام ده. ده هو اللي بيجيبه؟ طبعا طبعا. ولذا تلاقي في حكم صادر ببدل فرش وغطا ليها، وبيبقى الرقم هو المفروض الرقم. هي العروس عليها ايه والعريس عليه ايه؟ يا استاذ احمد غيرت لنا المفاهيم خالص. لا ده قانون وشرع. ده شرع. لا ما شرع ربنا سبحانه وتعالى. مش هنقرب منه. طبعًا. اكيد طبعا. تمام. وده اكيد الشرع ان احنا نجيب شنطه هدومنا. ده حقيقي. دي حقوقها طبعا. ما هو الواجبه طبعا في البيت ان هو الراجل هو اللي بيتحمل كل المسؤوليه بالكامل يعني. ولكن ما طبعا ما هو كمان ما المسؤوليه بالكامل بالانفاق يعني. السؤال اللي بتكلم فيه السؤال كلمه فرش وغطا دي تقعد ايه؟ الفرش والغطا دي كان يقال انها لازم تجيبي فرش ليها لمكان الحاجه دي. ولذا المشرع قال ايه؟ نظرا انه ده ما بيستخدمش كتير فبيديه شهري بس برقم قليل. ولذا تلاقي اغلب الفرش والغطا في مصر ماشي ايه؟ 200 جنيه في الشهر. رقم يعني بسيط. يعني وعلى فكره هذا الرقم عند الناس مش بسيط. بالزبط. عشان بس ما يبقاش احنا قاعدين بنقول رقم بسيط في فئه وفئه تانية ممكن يبقى تقيل عليها على فكره الرقم ده. تمام. فده امر من الامور اللي نص عليها الشرع ونص عليها القانون. انا اول مره اعرفها. يعني المفروض الزوج يدفع شهري فرش وغطا؟ المفروض يجيب فرش وغطا كل ما يبوظ. لكن لو في خلاف انت مش هتقعدي ترفعي قضيه كل حاجه. فالقاضي او العرف اللي احنا خدناه في مصر بنجمع الحقوق بنعتبره جزء يديهولك، تاخدي مبلغ شهري بسيط. في النهايه لو 200 جنيه يبقى في اخر الشهر، في اخر السنه جبت 2400 تمن لحاف يعني. يعني لو تم البطانيه والحف كويسين، ما هي يعني المنطق حتى. فبيقول لك لا، الزوجه لازم يبقى لها يعني، دي حتى عمليه شرعيه قوي. فمش عايزين نخوض فيها. نخش فيها. تمام. فده دي من حقوق الزوج. فرش ايه تاني نفقات يا استاذه؟ عجبني موضوع النفقات. طبعا زي ما اتفقنا اجر خادم، مصاريف العلاج تمام كامله، ومصاريف العلاج انا بقول تختلف تماما عن مصاريف الولاده. يجوز للزوجة انها تاخد مصاريف الولادة دي لوحدها، دي اصلها مش ضمن مصاريف العلاج. فالعلاج حاجة وده. طيب واحد مثلا ممكن يسأل يقول لك ايه؟ طب لو الزوجة عيانة انا اصرف عليها ليه؟ عشان هي مراتك مثلا؟ لازم اصرف عليها. بالظبط شرع. بس بقى
المشرع المصري قال لك ايه؟ مثلا لو الزوجه محتاجه ما قدر الله طرف صناعي مش مطلوب من الزوج انه يجيبه. مصاريف العلاج العاديه اللي هي دي، لكن أدوية. مثلا الادويه طبعا والدكتور والطبيب والعلاج والقصه دي. فده دي من المصاريف او الاجور النفقات اللي المفروض الزوج يدفعها عن الزوجه. ايه تاني؟ بفضل في السؤال ده. لا كفايه عشان يعني حتى دي حاجه للرجاله يعني. طيب ماشي، لو اسالك سؤال يا استاذ احمد في موضوع النفقات ده، لو الزوجه لسه بتدرس او بتحضر ماجستير او دكتوراه او لسه في الجامعه، هل الزوج ملزم بمصاريفها الدراسيه دي ولا لا؟ شوفي خلينا نتفق على حاجه، لا طبعا الزوج مش ملزم، يعني في حتت فيها خلاف بيبقى فقهي شويه. احنا عندنا فكره لما جينا قلنا وثيقة الزواج فيها شروط خاصة ممكن نضيفها بالظبط، بس الشروط دي ما تكونش ما تحللش حرام وتحرم حلال بالظبط، تمام؟ يعني تكون حقوق أو شروط شرعية. هنا ممكن تتفق الزوجة تقول له أنا هنا هكمل الدراسة بتاعتي ونتفق على أنك أنت بتكمل المصاريف دي وبتدفعها. تمام. هو أصل النفقة دي ليه؟ نتيجة الزوج يحتبس زوجته عنده فبينفق عليها، فهو هو هو أمر بسيط جدا للغاية إن الزوجة دي ليها طلباتها زي أي إنسانة، أكل وشرب وعايزة تجيب حاجات شخصية ليها حاجاتها. طب خلاص هي النهاردة موجودة في البيت لخدمة الولاد لخدمة الزوج، وده 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 شرف كبير جدا لأي أم انها تكون موجوده لخدمه زوجها واولادها، تدخل ان شاء الله بيه الجنه. تمام، مش عيب يعني، عشان في ناس بتاخد الموضوع العكس. ده انه ده طبيعي النهارده اقل حاجه تكرم وكل طلباتها تلبى. لا دلوقتي بيتقال انت بتشتغلي فعادي اصرفي على نفسك. لا على فكره حتى اذا كان مش احنا اتفقنا لو الزوجه مليونيره وجب عليه نفقتها على زوجها وجبت عليه الزوج انفاق، فلا نرجو ان الناس اللي عندها مشاكل في حته الانفاق تعيد حساباتها. على فكره ده رزق، ده طول يا ربنا ممكن يرزقك بسبب زوجتك صح او بسبب ابن من ابنائك. مظبوط. فيعني يا جماعه مش بتاعنا ده، الرزق ده بتاع ربنا، وكل اللي هيوسع على اولاده وزوجته وبيته ربنا هيوسع عليه صح. طيب استاذ احمد، يعني ازاي ممكن هنا يعني تتقدر النفقه؟ يعني التقدير هنا بيتم ازاي؟ تمام، تقدير النفقات زي ما اتفقنا بيتم حسب عسر ويسر الزوج. يعني زوج غني تمام وربنا موسع عليه تمام يصرف. تمام. الزوج حالته المادية ضعيفة ما يصرف على قده. طيب لو الراجل ما عندوش خالص القاضي ممكن ما يديهوش نفقة؟ لو دخلنا في مشكله دايما دايما احنا دايما كلامنا يا جماعه ان احنا في المحكمه. لان لو ما فيش خلاف اتفقوا زي ما انتوا عايزين. تمام. انتوا مترضين بينكم وبين بعض. يصرف هو تصرفي انتوا احرار. مفيش ما يمنع ده. تمام. ولكن النهارده لو الراجل ده راح، لو الزوجه دي راحت المحكمه والزوج فعلا ما بيشتغلش عاطل، يدفع، بس يدفع ايه؟ القاضي هنا بيراعي الحاجات الضروريه. يعني بيراعي بيدي الرقم على الضروريات الحياه، لما يلاقي الراجل فعلا مش قادر على الكسب، ما بيشتغلش، ما الظروف دي كلها بيدي، بس لازم يدي. ليها حد ادنى الاحتياجات الضروريه. هو القاضي النهارده يشوف البني ادم عشان ياكل ويشرب النهارده بدون توسع. الحد الادنى ايه؟ لو هاكل الصبح عيش حاف حتى هيبقى ايه الحد الادنى؟ وهيدي الحد الادنى للاحتياجات الضروريه. طيب حاجه تاني يمكن ما دام بنتكلم بقى النهارده لصالح المراه ندلع المراه شويه. طيب الزوجه النهارده في اسر كتير جدا بنشوفها بيحصل ايه؟ ان الاب بيبقى الابن بيشتغل مع ابوه. فتيجي الست تعمل ايه؟ ترفع دعوه على الراجل فما نعرفش نسبة دخله. ليه؟ الابن سوري يعني مدير مصانع ابوه، فممكن تروح يطلع لك جواب ان الاب ابن بياخد 1000 جنيه. تمام؟ او الابن ما بيشتغلش، الفلاحين والبلاد و معلومة بقى نحطها للستات بس ما نأوهمش بيها، بس نقول لهم خدوا بالكم، انت من حقك هنا تاخدي نفقة. انت الابن هيروح قدام القاضي النهارده اللي هو الزوج، هروح قدام القاضي انا ما بشتغلش، انا ما عمليش ما اعرفش ايه.
او مفردات مرتب بمبلغ معين. نديها نفقة ازاي بقى؟ بيسار ابوه. لا نوضحها اكتر. حاضر. طب ممكن نوضحها بس بعد الفاصل؟ يلا هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل إن بوكس بعد المداولة مع المستشار احمد فوزي حجازي. خليكم معانا. ولسه مكملين معاكم طبعا بعد المداولة مع المستشار أحمد فوزي، ولسه بنكمل معاكم كلامنا عن قانون الأحوال الشخصية. أستاذ أحمد قبل الفاصل كنا نتكلم مع حضرتك عن إن لو حد مثلا عايز يثبت دخل الزوج ومش عارف، فبيروح قدام محكمة هنا وبيحصل إيه بقى؟ طيب يعني هي دي مختلفة عن الحد عن عن الـ عن الـ عن السؤال اللي إحنا كنا بنتكلمه، بس هنجاوب الاثنين إن شاء الله. عندنا دلوقتي إحنا النهاردة روحنا، احنا اغلب القضايا الحاله الشخصيه ايه؟ موظف عنده مرتب، خلاص هنجيب مفردات مرتب. ما فيهاش خلاف دي. موظف بقى في قطاع خاص، في جهه في الدوله، اسهل حاجه طبعا جهات الدوله الحكوميه بيدوا المفردات مرتب على طول، والقطاع الخاص المحترم بيدي على فكره على طول. تمام؟ وفي نقطه عايز بس اسيرها برضو في الحته دي. فكرة ايه؟ انك لما واحد يروح لشركة قطاع خاص ويقول له ايه انا معايا تصريح من المحكمة اجيب مفردات مرتبك، في ناس بتفهم انه هذا التصريح اجباري على الشركة. لا انا بقول له لا، دي حتة للراجل بقى. لا يعني ما لا بقالنا كتير ما بنقولش حاجة للراجل. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ انه دايما موظفين الشؤون القانونية عندهم نص في القانون العقوبات يقول لهم ايه في القانون في 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 جنحة عندنا بتقول ايه؟ عدم تنفيذ حكم او قرار محكمة جنحة. تمام؟ فأي حد يروح بقرار المحكمة ده يخاف ان للشركة هو او لده يديك وهو بيترعش. طبعا كل التقدير والاحترام للمحكمة، تمام، ولكن هذا النص انا بقول بقى للشركات الخاصة، يا جماعة انتوا مش موظف حكومة، الحكم ده خاص، النص ده خاص بالموظف. انت هنا قناه خاصه ممكن ما تديش المفردات ولا يقدر يعمل لك حاجه، انت النص ده ما يتعلقش غير على الموظف. يعني كل موظف او حتى لجان حكوميه كل موظف امتنع. فعشان بنفاجئ ناس تيجي تقول لك اصل دي خاصه بالرجاله اهي، عشان ما يبقاش كل الحلقه على السيدات. تمام ماشي. تمام. فمن حقه انه ما يديش على فكره. تمام. نرجع بقى للسؤال، زي ما اتفقنا انه بتجيب مفردات مرتب ده اسهل حاجه. تمام. طيب اختلفنا، جهه العمل خاصه ادت مرتب على اساس التامينات. ليه؟ التامينات ليها حد اقصى، يعني انت ممكن تكون بتاخد 20,000 جنيه في شركتك. بس التامينات بتامن عليك بحد اقصى حتى لو كنت بتاخد 100,000 او 20,000. فيجي يجيب ايه؟ مرتب التامينات اللي هو الثابت والمتغير 2400 جنيه. ويكون الحقيقي 20. هو ما زورش على فكره، ما عملش حاجه غلط، هو جاب فعلا التامينات دي، لكن ده مش حقيقي. فهنا دايما يبقى ياخد باله الشخص او المحامي او الطرف اللي بيطلب التامينات من الرجل من الشركه او من جهه عمل، يقول له اجمالي دخلك. فممكن يحصل خلاف، تيجي تكون الزوجه مثلا معاها ورقه، وده بعض الزوجات بنشوفه بقى لما يحصل خلاف بقى يروحوا مطلعين الورق ده، تكون بتحتفظ باوراق من اوراق الزوج. تمام. معاها ورقه انه هو مرتبه مثلا 40,000 جنيه. يجي الزوج يقول لك لا اصل انا مرتبي 2400 اهو بيان التامينات. يجي كمان انت ما عندكش حاجه تقدر تثبت بيها دخل الزوج لانه بيشتغل في الاعمال الحر. تمام. فالنهارده بنعتمد على حاجه اسمها التحريات. التحريات في كلام يقال ان ممكن تتلعب فيها. تمام. زي اي مهنه فيها كويس وفيها الوحش، او ممكن اللي بيعمل التحريات ما يعملهاش بطريقه الصوره ما تكونش واضحه بالنسبه له قوي، فيحط مبلغ كبير، يبقى في خلاف. هنا المحكمه قالت ايه؟ لما يحصل خلاف انا ممكن احيل القضيه دي للتحقيق للنيابه العامه. والنيابه العامه هي اللي تحقق، يعني ما تديهاش لامين ستيفا، يبقى وكيل النيابه اللي يحقق في الدخل، عشان يعرف ده دخله قد ايه وده دخله قد ايه. ويعرف الحقيقه النهارده عنده تحريات
جايبه كذا والراجل بيجيب، يبقى وكيل النيابه بيجيب بيحدد القاضي يرجع القضيه للنيابه العامه لاتخاذ اجراءاتها بالتحقيق ومعرفه الدخل وابداء الراي وترجع له القضيه تاني. فده طريقه من طرق تقدير قيمه النفقه اذا اختلفنا فيها، اذا اختلفنا فيها او لو عنده اشياء مجمده مسيوله، عنده اشياء عقاريه، دي دي عنده دي دي, دي 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 مقدار النفقه بقى. مش احنا اتفقنا ان النفقه يعني ينفق ذو سعة من سعته؟ تمام. هو النهاردة القاضي بقى لما يجي يحدد له هيحدد له 1000 جنيه ولا 10000؟ 1000 حسب، 10000 حسب. عنده بقى عطيان بتجيب له، هو بيقبض، ما هو خد بالك بقى النفقة مش قبض بس. تمام. هو عنده عطيان زراعية، عنده مشروع تجاري مشارك فيه، كل ده بيدخله فلوس. القاضي هنا يحكم بإجمالي الدخل. طب هنا سؤال، ما هنا ممكن معايا مثلا فلوس كتيره جدا وانا عارف ان في مشاكل، اروح اشتري بيها عقارات، اشتري بيها عربيات، لكن ما بتجيبليش دخل. لكن جمدتها في اشياء محدده، ناخد عربيه. هل ده بالنسبه للمحكمه يقتضى به؟ يعني عادي جدا ممكن مش دليل يسار. هو سعادتك النهارده لما تكون راكب افخم العربيات او عنده عربيات او عنده بيوت، يعني ده كده معنى كده ان انت معاك فلوس بالظبط، بس مش ملموسه. يعني المحكمه، اصل المحكمه مش هتدخل جوه البيت فاتح. بس هنا ممكن عادي جدا يبقى في حكم ليها طبعا، اللي هي على فكره ده دليل يسار، ده دليل برضه. طبعا انا النهارده عندي 3 4 عربيات، الطبيعي المواطن الطبيعي عنده عربيه، انا 5 6 عربيات ولا 3، عندي 3 4 شقق باجر وببيع، حتى لو ما بتاجرهمش. أيوة. وانت مش لما بتعمل ريسيل ليهم تاني بتكسب والقصه دي؟ لا طب هي قيمه مجمده. ده دليل يسار. فعشان كده المحكمه لما تيجي تاخد بتشوف كل الكلام ده. بتشوف دليل اليسار ده عباره عن ايه، مرتب بس ولا مرتب وعقارات واطيان وشقق بتتاجر وزوجات كتير جدا، تطلع لك عقود الايجار اللي كان جوزها ماجرها، تقول هو كان ماجر الشقه. على فكره بحاول اساعدهم، انا بحاول اساعدهم يعني. طيب بقول الكلام ده عشان اساعدهم يعني. فده كله بيجي. وعشان كده في نقطه بقى نقولها، دايما يجي ايه ناس عندها مفهوم غلط يقول لك ايه اصل القاضي دي بنسمعها كتير قوي مش عارف يعني، دي 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 برضه لازم ننبه عليها قوي. القاضي بيدي 25% من المرتب، الكلام ده لا، ده كلام بيقال. يعني يجي يقول لك ايه انا النهارده عليا نفقه، القاضي هيحكم ب 25% من المرتب. لا بالسبت. الكلام ده مش صح اصلا. ايه اقول لك، ال 25% دي ليها اساس، بس اساسها ايه مش نقوله. تمام. النهارده زي ما اتفقنا ان 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 الشخص النهارده القاضي هيبص على مرتبه 10000 جنيه وعنده مشاريع بتدخل له 30000 جنيه تاني في الشهر، يبقى اجماله دخله 40. هو هيدي النفقه على ال 10 ولا على ال 40؟ هيدي على ال 40. القاضي هيدي على دخلك الكامل. تمام. انا النهارده لما اروح شغلك القاضي راح مديني ايه؟ 7000 جنيه نفقه. دخلك 40 مثلا، على فكره الرقم ده رقم عشان بس ما حدش يقول ال 40 بياخد عليهم 7000. لا مجازي. مجازي اداني 7000 جنيه. تمام. الله، ما ال 7000 جنيه ده مش الربع، لان ما فيش حاجه اسمها الربع. طب امال الربع دي جايه منين وال 30%؟ نسب المحدده. هقول لك يا جايه منين بقى؟ من قانون العمل بقى. قال لك ايه؟ لما اجي انا هنا انفذ على فلوسك، مش انا بنفذ من جهه العمل، بروح اودي الحكم بالنفقه، الست على طول يتخصم لها من مرتب الزوج الشهري ويروح لها، ما تستناش على طول. هنا مثلا مرتب الزوج قلنا 10000، لا يجوز طبقا للقانون انك تخصم اكتر من 50%. فلما هتروح الست هيتخصم لها 5 وباقي لها 2000، النفقه بتاعتها 7. تمام. جهه العمل هتقول لها انا ما اقدرش اخصم طبقا للقانون اكتر من 5000. تمام. تمام. فهي هنا عشان كده النسب دي موجوده، لان النسب دي تبدا من 25% لغايه 50%. حسب بقى زوجه لوحدها، زوجه ومعاها اولاد، زوجه ومين. فهي دي النسب، النسب دي نسب حجز على المرتب وليس نسبه تقدير يقدرها القاضي من قيمه المرتب. يعني لو واحد بياخد 40000 جنيه ما يديهوش القاضي 25%، يعني يديله 10، يعني ملوش دخل. القاضي بيدي الرقم حسب احتياجات الطرف الاخر. ما هو ممكن الطرف الاخر يكون ايه؟ بيصرف على اولاد تانيين، عنده زوجه تاني واولاد. يبقى ال 40000 النهارده مش خاصين بعيشته، لا ده عنده زوجه تاني، ممكن عنده اقساط زي ما حضرتك بتقول.
تمام، ممكن يكون عنده واحد يقول لك ايه، طب ما القصه تخلص بترجع تاني، ترجع انت ترفع زياده مفروض، لان نظرا انك انت خدت الحكم في ظل انه كان 80% من دخله بيروح اقساط، ودلوقتي الاقساط خلصت فزاد دخل، فتقدر ترفع القضيه دي. فاحنا النهارده بصدد بنقول ان النفقات يسر وعسر واجمالي دخل، والقاضي بيشوف الناحيه الثانيه الزوج عليه ايه، ممكن بيصرف على ابوه على امه على اخواته، بيكون موضوع تقديري اكتر. مش تقديري، هو 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 الفكره في ايه، مستندات برضه. يعني مثلا واحد تلاقيه صرف بيصرف على ابوه، ودي بنشوفها كتير قوي، اول ما الزوجه ترفع دعوه تمام، حاجه قدامه حاجه من الاثنين عشان يقلل النفقات، هيتجوز واحده ثاني تمام. بس لو اتجوز واحده ثانيه هيدخل في حته ثانيه، ان الزوجه من حقها ترفع دعوه تطليق. خدوا بالكم احنا بنتكلم على كل العلاقه الزوجيه مش بعد الطلاق، احنا بنتكلم على النفقات خلال اثناء الزوجيه بالزبط. قائمه تمام تمام، تروح الزوجه في الحاله دي عامله ايه؟ بعدما جوزها اتجوز عليها ليها حق انها ترفع دعوه تطليق خلال سنه من تاريخ علمها بالزواج الاخر، وتتطلق وتاخد حقوقها. فالزوج يخاف من الحته دي ممكن، وعشان كده بعض زي الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم من الزواج العرفي ده سبب من اسبابه يعني تمام تمام. او الانفاق على الاهل، الانفاق على الاهل، يروح ايه ابوه رافع عليه قضيه يقول له انت تنفق عليا، القاضي برضه هنا يعني متمرس يعني بالظبط، هيجي يعمل ايه بقى القاضي؟ هيبص يشوف قضيه الاب والزوجه مرفوعه في وقت معاصر يعني موجوده تمام، مثلا مش الاب كان رافع مثلا من 3 سنين بينفق بالحكم ده، بس مش عايزين الناس تبدا ترفع من دلوقتي استعدادا للمستقبل. يجي كمان برضه يشوف حاجه تاني، القاضي من حقه ومن حق بقى محامي الزوجه بقى هنا ينبه المحكمه او يجيب تحريات، ان الاب نفسه بياخد معاش محترم جدا، بياخد دخل كويس، مش محتاج حد ينفق عليه بالظبط. كل دي امور تخلي الورق ده كقاضي يزقه ويعتبر ان الورق ده من باب التحايل وما يحكمش الا للزوجه بالنفقات حسب دخل الزوج، ما يعتبرش عنده اعباء ماليه تستوجب ان احنا نساعده في الحاجات دي. طيب في حاجه كمان مهمه قوي ما حدش بيلجا لها مش عارف ليه برضو، إيه انك انت ان الزوجه النهارده عشان تاخد حكم نفقه، عايز اطمن الناس الموضوع ده بقى سريع بجد، يعني ممكن يتاخد في شهور بسيطه، من 4-5 شهور تكون واخد حكم. لكن القانون نفسه اشترط، قال لك ممكن تطلب في الدعوه نفقه مؤقته يديها لك القاضي، ويديها لك خلال 15 يوم من تاريخ رفع الدعوه، وتنفذ بيها وتشتغل بيها حين البت الحكم النهائي لغايه ما خلاص. ودائما ابدا القانون قال لك اديها للزوجه بالمصاريف الضروريه ليها، يعني القاضي يحكم بالمصاريف الضروريه للزوجه خلال 15 يوم من رفع الدعوه، وتنفذ بحكم المحكمه على طول. يعني ده موضوع ما بيلجألهوش كتير من الناس، محدش عارفه لان سيدات كتيره جدا تقول لك انا بتهان وانا 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 مش عارفه اعمل حاجه لاني بكره ما معيش اكل. فالقانون قال لك خلال 15 يوم من حق القاضي يحكم بنفقه مؤقته. تمام استاذ احمد، حضرتك نورتنا جدا، الوقت عدى معاك بسرعه، بس ممكن نكمل بقى موضوع النفقات ده لطيفه قوي. نورتنا جدا، بشكر حضرتك. شكرا يا رؤى. شكرا يا نورة. كده خلصت حلقتنا من إن بوكس بعد المداوله، ونشوفكم ان شاء الله على خير الاسبوع اللي جاي. باي باي.